مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بحضراتكم في ملعب جديد من ملعب الأهلي. ملعب الأهلي النهاردة بيشهد أكيد مباراة مستنينها كلنا كبداية إن شاء الله وانطلاقة لأفريقيا إن شاء الله. يعني سمير عكاشة المخرج بتاعنا جاب لنا تعالى نكسب أفريقيا، يا رب إن شاء الله نكسب أفريقيا السنة دي. بطولتين راحوا مننا قبل كده، كانوا في إيدينا قوي وكنا مقربين منهم قوي، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل إن شاء الله السنة دي تكون بطولة أفريقيا معانا، والنهاردة تكون انطلاقة جديدة إن شاء الله لفريق النادي الأهلي من أثيوبيا. الأهلي وجيما الأثيوبي بعد ساعتين بالتمام والكمال من دلوقتي إن شاء الله تنطلق أو هيطلق الحكم الصومالي حسن محمد حاجي صفارته لبداية هذه المباراة الهامة جدا لكل الأهلاوية بنستناها من اول ما خلصنا مباراه الذهاب اللي انتهت بهدفين مقابل لا شيء وضيعنا فيها كميه اهداف كلنا كنا زعلانين عليها. ان شاء الله النادي الاهلي يقنعنا النهارده باداء ونتيجه باذن الله ونجتاز هذا الدور للدخول في دور المجموعات لهذه البطوله الكبيره جدا 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 علينا كاهلاويه. تعالوا اقول لكم بسرعه اخبار قبل ما نروح لكريم احمد كمان عشان يطمنا من اثيوبيا على الفريق والبعثه. برنامج الاهلي النهارده كان محمد يوسف كان فيه فطار لعيبه الساعه 9، مش عايز اقول لكم الماتشات اللي بتبقى بدري دي تبقى عبء على اللعيبه، بتصحى بدري بتفطر بتروح تنام شويه بترجع تتغدى بتفكر في المباراه، ما بقاش في وقت كبير قوي للراحه، لكن هو ده اللي دايما رجاله الاهلي بيمروا بيه. ان شاء الله تعدي او يعدي اليوم النهارده على خير وان شاء الله نطلع بمكسب مريح باذن الله. دي لقطات حصريه قدام حضراتكم من معسكر الفريق، كان في الفطار وبعد كده راحوا ريحوا شويه في اوضهم، هيرجعوا على الغداء عشان يستعدوا للمباراه. محمد يوسف كمان هيعقد محاضره فنيه قبل اللقاء، اكيد محمد يوسف اتكلم مع اللعيبه زي ما اتكلمنا مع حضراتكم امبارح واول امبارح عن اهميه هذه المباراه وعن الظروف المحيطه بهذه المباراه اللي مخليه المباراه صعبه، الظروف المحيطه بالمباراه اللي هو الجو اللي هو الارض الملعب الجماهير دي الظروف المحيطه، لكن فنيا اكيد الاهلي اعلى بكتير جدا جدا، واكيد ثقتنا احنا كمان كجمهور اهلاوي في فريق الكوره اكيد النهارده هيبقى كبير قوي ان شاء الله يكونوا عند حسن او عند الثقه بتاعتنا كجماهير للنادي الاهلي. محمد يوسف اتكلم معاهم كمان عن نقاط القوه ونقاط الضعف في فريق جيما بعد ما شافهم في برج العرب، اعتقد ان هو فريق فني متوسط المستوى لكن عنده سرعات اماميه وكان ممكن يهددوا مرمانا او هددوا مرمانا بالفعل وكان ممكن يجيبوا فينا هدف، ان شاء الله نلغي خطوره هذا الفريق النهارده ان شاء الله. كمان هنشوف التشكيل بعد قليل، محمد يوسف مجهز التشكيل ايه، في اختيارات عنده، هل هيبدا بعلي، هل هيبدا باحمد فتحي، هل هيبدا باثنين روس حربه، هل هيبدا بمروان، هل هيبدا بازارو، هيلاعب مين، اثنين ديفندرات، هنشوف محمد يوسف بيفكر ازاي، لكن احنا استبعدنا ان هو يبدا باحمد فتحي وعلي معلول لبعدهم البدني وليس الفني، اللعيبه الكبار دايما فنيين جاهزين لكن المشكله بتبقى مشكله بدنيه في المقام الاول والاخير. محمد يوسف زي ما قلت لحضراتكم عنده اختيارات النهارده الحمد لله شويه لكن برضه بتقيده الحاله البدنيه للاعبين اللي رجعوا بعد الاصابه، عشان كده محمد اكيد هيتكلم عن صعوبه هذه المباراه وازاي نسهلها عن نفسنا، ازاي نستغل الارض استغلال ايجابي لينا ان احنا نسهل الكوره، ان احنا نعمل باصات سريعه، ان احنا نستحوذ على قد ما نقدر، يعني ندخل في اجواء المباراه دي. واكيد برضو مع ضيوفنا الكرام اللي شرفوني بعد قليل هنتكلم معاهم في كل فنيات هذه المباراه والاجواء المحيطه الخارجه او الخارجيه لهذه المباراه. يوسف ايضا طلب من اللاعبين احترام المنافس، مش معنى ان احنا كسبنا اثنين في برج العرب مش معنى ان احنا ضيعنا كتير جدا، لا المنافس في بلده بيختلف شكلا ومضمونا عن ان هو بيلعبك في مكانك او في برج العرب، بيبقى جاي مخضوض بيبقى جاي بالشكل اللي احنا شفناه، ممكن يظهر بشكل مختلف ممكن ليه لا، عشان كده محمد يوسف طالب اللاعبين بالاحترام الكبير للاعبي جيما الاثيوبي. قال كمان ان هو بعد مباراه النجوم والسفر اللي كان مجهد للعيبه اربع ساعات لكن رحنا ودخلنا في اجواء اثيوبيا، اعتقد ان احنا قعدنا يومين او ثلاثه يعني دخلنا في الاجواء الاثيوبيه الحمد لله الجو مش حر قوي لكن في نسبه رطوبه في ملعب في قله اكسجين، عشان كده كمان طبيب النادي الاهلي كان بيطلب من المشرف على التغذيه للنادي الاهلي اقول لكم الخبر بالتفصيل ان هو يدخل بعض العناصر في الاكل اللي هي بتزود الاكسجين في الجسم، في حاجات كتير جدا ممكن يزودها الاكل في الجسم عشان تستغل الاكل احسن استغلال، ان انت بقى عندك كميه في الاكسجين تقدر تستفيد منها في مباراه اليوم. كنا زمان كانوا بيدونا نقط اكسجين كده مش عارف لسه دي القعده بتاعت الدكتور اقول لكم الخبر بتاعها بالظبط يعني بعد ما اقول لكم الاخبار. كانوا بيحطوا لنا نقط كده اكسجين عشان تزود الجسم بالاكسجين.
لكن اعتقد ان في دلوقتي اهي مكملات غذائيه او اكل كمان. دكتور خالد محمود عقد جلسه مع هاني وهبه خبير التغذيه ومحمد داري الشيف المرافق لبعثه الاهلي في اثيوبيا للاتفاق على البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين. ده نص الخبر بالظبط، عشان يزودوا او عناصر محفزه للهيموجلوبين في الدم. اكيد في حاجات الدكتور يعرفها اكتر مننا، عشان كده حاجات صحيه وحاجات علميه جديده اكيد نستفيد منها احسن استفاده. بقول لكم الموضوع صعب جدا في اثيوبيا كنقص اكسجين، هو ده بس الحاجه اللي احنا متخوفين منها. عادل مصطفى بيقول مباراه جيما خطوه مهمه في مشوار الاهلي. اكيد عادل كل الجماهير عارفه، وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي معاكم، ان شاء الله تكون خطوه النهارده ان احنا ندخل في دوري المجموعات، ان شاء الله تكون خطوه للحصول على هذه البطوله اللي غابت عننا نسختين ورا بعض، كانوا قريبين قوي مننا، بس الحمد لله الحمد لله. بنزعل، بنزعل احنا كجماهير اهلاويه لما تلاقي خلاص البطوله انت ماسك الكاس بايد والايد الثانيه خلاص راح تاخده، وفي ثانيه بيحصل مشاكل وبيحصل حاجات تبقى انت بتقول ايه ده، ايه اللي بيحصل، مش عارفين ايه اللي بيحصل في الماتش، ايه اللي بيحصل من اللعيبه، تحس ان اللعيبه مش هم لعيبه النادي الاهلي، تحس ان هم خارجين بره الاجواء. دي كانت النسخه اللي فاتت تحديدا، النسخه اللي قبل كده احنا قلنا ان هي كانت بفعل فاعل، وانا مصمم على الكلمه دي. السفاره المصريه في اثيوبيا بتتواصل مع الجهات الامنيه لتامين بعثه الاهلي. احنا قلنا قبل كده واتكلمنا عن دور السفاره المصريه في اثيوبيا، اكيد اي مكان بيروح نادي الاهلي بيبقى فيه تامين عالي جدا من قبل السفاره المصريه في اي بلد بيروحها النادي الاهلي. عشان كده السفاره المصريه في اثيوبيا بذلت مجهود كبير جدا مع الجهات الامنيه لتامين بعثه النادي الاهلي داخل اثيوبيا. زي ما قلت لكم حسين عبد الدايم بيقود اللاعبين الغائبين عن لقاء جيما بمران بدني عالي جدا معاهم في اليومين اللي فاتوا. اللعيبه اللي خارج القائمه اكرم توفيق، عمرو جمال، عمرو بركات، وجونيور اجاييه، وجيرالدو الوافد الجديد، واحمد علاء، وباسم علي، وصالح جمعه. صالح جمعه، صالح جمعه، في لعيبه كتير جدا مستنينها، جونيور اجاييه، وايضا محسن مهاجم الاهلي الواعد ان شاء الله يرجع بسرعه كمان. كل اللعيبه دي اسلحه للنادي الاهلي، لما ترجع هتضيف وتضيف كتير جدا كمان. باسم علي كمان غير مقيدين افريقيا، ان شاء الله نلم اوراقنا في الفتره المقبله. محتاجين كل اللعيبه، محتاجين كل الدعم، واكيد المدرب الفني الجديد او المدير الفني الجديد نادي الاهلي هيكون عنده رؤيه وشكل جديد بمعاونه محمد يوسف. النجم وليد سليمان ايضا، وليد سليمان هنفتقده النهارده، اكيد هنفتقده النهارده، لكن اصابته تخليه يريح شويه زي حسام عاشور. احنا قلنا حسام عاشور كان المفروض يريح، لكن محمد يوسف هو حسام بيديله الانطباع ان هو كويس وخلاص، وحسام من اللعيبه اللي هي عايزه تشارك حتى لو عنده كسر، طالما بيعرف يمشي يقول لك انا كويس خلاص، فبيدي انطباع للمدرب ان هو يشاركه، لكن مشاركته الحمد لله مشاركته هتبعده النهارده. مش عارفين لسه اكيد هيدخل، بس اعتقد بنسبه كبيره جدا 90% ان هو هيبقى بعيد عن التشكيله الرئيسيه. احنا معانا 19 لعيبه يطلع منهم جول ممكن يقعد في دكه البدلاء، لكن الدافع بيها يبقى صعب جدا. محمد نجيب بيقترب خلاص من العوده للتدريبات الجماعيه، اصابه من اول ما جاله قطع في الغضروف، اصابه طولت شويه. نجيب ان شاء الله ترجع بسرعه، محتاجين زي ما بنقول وبنكرر محتاجين كل اللعيبه. وثلاثي الاهلي محمود الجزار ومؤمن زكريا وعمار حمدي في تدريبات استشفائيه بيلعبوا مباريات مع فريق الشباب للنادي الاهلي، عشان كده تدريبات استشفائيه للثلاثي الاهلاوي. خلاص قلنا برنامج غذائي خاص للاهلي للتغلب على نقص الاكسجين، خلاص احنا قلنا الخبر ده ان شاء الله تكون مباراه يسهلها النادي الاهلي ويسهلها محمد يوسف على الجماهير الاهلاويه اللي تتابع هذا اللقاء. خلاص احنا دخلنا في اجواء المباراه، خلاص بقى احنا جماهير دلوقتي قاعدين مترقبين صفيره الحكم، ان شاء الله يخلص الماتش على خير وان شاء الله ندخل دوري المجموعات. تعالوا بسرعه نروح لكريم احمد يقول لنا اخر الاخبار البعثه الاهلاويه في اثيوبيا، ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره ثانيه.
كابتن ميدو كل التحيه ليك والمشاهديك والجمهور للنادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله باذن الله النهارده ويمكن ساعات قليله جدا تفصلنا عن مباراه العوده النادي الاهلي وجيما بطل اثيوبيا. ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي موفق في هذه المباراه بدنيا وفنيا. النادي الاهلي ان شاء الله جاهز للاستمرار في سلسله الانتصارات خلال الفتره الماضيه سواء في بطوله الدوري العام وايضا في البطوله الافريقيه. بنأكد يا كابتن ميدو يمكن الاكسجين هنا صعب بدرجه كبيره جدا مأثر علينا احنا كمان اللي يمكن ما بنقومش بمجهود كبير زي لعيبه النادي الاهلي. يمكن من خلال الاحاديث اللي مع اللعيبه ومع الجهاز الفني ومع ايضا كمان رئيس البعثه الاستاذ ابراهيم الكفراوي لا ليه تاثير كبير جدا. يمكن رئيس البعثه هنا بيقول لا فعلا نقص الاكسجين بيأثر بشكل كبير جدا على فريق النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي ومأثر علينا بشكل كبير. بنتمنى ان شاء الله باذن الله النهارده لعيبه النادي الاهلي تحاول ان هي طبعا تتلافى طبعا هذا الامر، لكن يمكن هو ظرف خلاص هيواجه النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يوزع مجهوده بشكل كبير جدا على المباراه 90 دقيقه يكون فيها اقل مجهود متوزع. الشوط الاولاني يبقى جزء والشوط الثاني ايضا جزء لان هيبقى فيه صعوبه جدا لو النادي الاهلي بدا بحماس وبمجهود كبير جدا وختم ايضا هذه المباراه بمجهود كبير هتقابله بمواجهه صعبه جدا. لكن يعني زي ما بنقول ما بنقولش اعذار ويمكن الجهاز الفني اكد على كده قال هي ظروف بتواجه النادي الاهلي لكن لابد ان احنا نتعامل مع هذا الامر. وبالفعل يمكن الجلسات النفسيه مع لعيبه النادي الاهلي التحفيز الكبير خلال الفتره الماضيه وخلال ال 48 ساعه الماضيه بالتحديد يمكن هو ده اللي شايفينه في وجوه لعيبه النادي الاهلي التركيز الكبير اللي اكد عليه ايضا كمان رئيس يمكن البعثه الاستاذ ابراهيم قال الكفراوي قال شايف تركيز كبير شايف تحدي كبير جدا في عيون لاعبي النادي الاهلي يعلموا جيدا اهميه هذه المرحله واهميه ايضا هذه المباراه. جمهور النادي الاهلي ينتظر هذه البطوله ينتظر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات القادمه وفي ثوبه الجديد ايضا كمان مع الاستقرار الفني بوجود مستر لاسارتي خلال الفتره القادمه كمدير فني للنادي الاهلي. ايضا كمان يا كابتن ميدو لو بنتكلم بشكل عام النهارده الفطار كان الساعه 9 صباحا 12 ظهرا كان غداء فريق النادي الاهلي على ان تكون محاضره فنيه في الساعه 1 ظهرا 1:30 هيتوجه حفله النادي الاهلي والبعثه الاعلاميه المرافقه ليه فريق النادي الاهلي الى استاد اديس ابابا. الاجتماع الفني كان عاده الساعه ونص قبل انطلاق المباراه لابد يكون متواجد الفريقين مراقب المباراه جمال مبيه يمكن هو ليبي اتكلمنا معاه طبعا امس عن الجمهور الحضور البعثه الاعلاميه تواجدها هيكون فين ايضا كمان الجهاز اللي هيكون خارج التشكيل سواء العمال للنادي الاهلي يعني الاستفسارات العاديه بالنسبه للمباريات. يمكن اكد لنا قال في مكان مخصص في تامين حاولنا نتكلم على التامين هيكون عدد قد ايه بالنسبه للتامين اللي هيكون داخل الاستاد. الاستاد بيسع 35,000 مشجع فبنسال اكيد عدد الشرطه اللي هتكون موجوده قد ايه التامين. ممكن ما عندهمش معلومه عندهم قصور كثيره جدا هنا في اثيوبيا لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور دي النادي الاهلي يتجنبها باذن الله تركيزه الاول والاخير في المستطيل الاخضر باذن الله. ان شاء الله كابتن ميدو تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. مش قادرين نقول التشكيل اللي متوقع لان ممكن يبقى في تغيير كبير النهارده يا كابتن ميدو. احمد فتحي متواجد علي معلول متواجد شاركوا بشكل كبير خلال التدريبات الماضيه كان ليهم دور كبير جدا واداء ايضا فني بشكل كبير جدا لكن حسام عاشور هو اللي يمكن عليه علامه استفهام كبيره جدا. حسام عاشور حتى هذه اللحظه يمكن بنأكد فرصته لان 19 لاعب زي ما اكدنا يا كابتن ميدو قلنا 19 لاعب 11 لاعب وسبع لاعبين هيكون لاعب وحيد فقط هو اللي هيكون خارج قائمه النادي الاهلي. بنتمنى ما يكونش حسام عاشور يكون حسام عاشور على دكه البدلاء او في التشكيله الاساسيه لكن من الصعب ان حسام عاشور يكون في التشكيله الاساسيه نظرا لل 48 ساعه الماضيه. حسام عاشور لم يتدرب جماعي ويمكن ان شاء الله باذن الله الجاهز واللي موجود في قائمه النادي الاهلي باذن الله الجميع ان شاء الله النهارده يكونوا موفقين يكون النهارده في فورمه المباريات. اصرار كبير النهارده نشوفه روح الفانيله الحمراء شخصيه النادي الاهلي باذن الله النهارده كل ده يكون في مباراه اليوم وباذن الله يكون لنا فرحه كالعاده كابتن ميدو معاك ومع كل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي في كل مكان مع الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي. واكيد مستمرين معاك كابتن ميدو خلال الساعه القادمه مجرد وصولنا ان شاء الله الى الملعب يكون التشكيل معاكم وان شاء الله كابتن ميدو تكون الامور موفقه لفريق النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ميدو. اهلا بحضراتكم من جديد. شفتوا كريم احمد كان بيقول لنا اخر اخبار وشفتوا كريم احمد قد ايه متاثر بنقص الاكسجين. تحسوا ان كريم كبر الموضوع فعلا هناك صعب جدا يا جماعه. نقص الاكسجين بيبقى حاد جدا لكن ان شاء الله اللعيبه تكون دخلت في الاجواء. تعالوا لكم بسرعه التشكيل اللي طلعه محمد يوسف زي ما توقعنا. شريف اكرامي على الاقل ان هو خد مباراه الذهاب فاكيد حافظ الدنيا وحافظ شكل لاعبي جيما الاثيوبي. محمد يوسف بقى بيعمل عداله في التشكيل زي ما قلت لكم فشريف خد المباراه الاولى ليه لا ان هو ما ياخدش المباراه الثانيه. شريف اكرامي وكريم ندفد ناحيه اليمين ومحمد هاني وكوليبالي اثنين مساكين وعلى شمالهم ايمن اشرف قدامهم اثنين عمرو السوليه وهشام محمد.
قدامهم ثلاثة، وممكن محمد يوسف يلعب بأربعة أربعة اتنين، يعني ممكن محمد يوسف أو يلعب بأربعة أربعة واحد واحد. هنشوف محمد يوسف هيعمل إيه في ظل التشكيلة اللي قدام حضراتكم، عمرو السولية هشام محمد، قدامهم إسلام محارب وحمودي وناصر ماهر ومروان، وممكن تقول عمرو السولية وهشام محمد اتنين ديفندرات، وقدامهم ناصر ماهر على شماله حمودي على يمينه، أو العكس على شماله إسلام محارب على يمينه حمودي وقدامهم مروان. لا ممكن يلعب واحد واحد. اعتقد ان محمد يوسف بدخول اسلام محارب ممكن يعمل كده، ممكن يعمل كده. اسلام محارب ما كانش واضح لنا في الرؤيه قوي او في التشكيل اللي كنا بنقترحه مع ضيوف الكرام، على اساس ان انت عندك محمد شريف وحمودي، ومحمد شريف عنده سرعات، لكن في الطريقه اللي بيلعب محمد يوسف بيها ممكن يلعب 4 4 1 1، ممكن يلعب 4 2 3 1، يشكلها زي ما هو عايز. لكن التشكيل اللي قدامي هو عايز يامن نص الملعب شويه باسلام محارب مع عمرو السوليه وهشام محمد. هنشوف من خلال متابعتنا للقاء، تعالوا نشوف الاحصائيات اللي عاملينها فريق الاعداد والجرافيك لهذه المباراه، ونرجع لحضراتكم تاني. دي مباراه اليوم جيما ابا جيفار والاهلي ان شاء الله الساعه 3 النهارده. مشاركات الاهلي في بطولات الانديه الافريقيه في دوري الابطال 29 مره، ابطال الكؤوس 5 مرات، كاس الكونفدراليه 4 مرات، كاس السوبر 8 مرات، والافرو اسيويه مره واحده. البطولات دوري الابطال 8 مرات، ابطال الكؤوس 4 مرات، والكونفدراليه مره واحده، والسوبر الافريقي 6 مرات، والافرو اسيويه مره واحده. دي نتائج الاهلي في دوري الابطال، 8 كبطل و4 كوصيف، خروج من الدور نصف النهائي 3 مرات، وخروج من دور الثمانيه 7 مرات، خروج من دور ال 16 3 مرات، وخروج من دور ال 32 كان مرتين. مباريات الاهلي في دوري الابطال، لعب 263 مباراه، فاز في 130 مباراه، اعتقد نص المباريات فوز، وتعادل في 76 مباراه، وهزيمه في 57 مباراه، لما يقرب من 400 هدف، 398 هدف تحديدا، وعليه 206 هدف. مشاركات الاهلي في دور ال 32 لدوري الابطال، لعب 53 مباراه، فاز في 32 منها وتعادل في 15، وهزم في 6، له 88 هدف وعليه 17 هدف. مباريات الاهلي مع الانديه، طيب ناخد نتائج مباريات العوده في دور ال 32 اللي لعبت بالفعل. فيبرست يعني كان كسب النادي الرادي القسطنطيني 2 او خسر 2 لا شيء، اسف، بلاتينيوم اتعادل 0-0، وزيسكو يونايتد 1-1، وميلو سان داونز 4-0 على الاهلي الليبي، قلت لكم كانت نتيجه كبيره جدا. وافريكا ستارز خسر من اورلاندو 1-0، ولوبي ستارز نيجيريا 2-0، والقطن الكاميروني كسب الاسماعيلي 2-1. بالرغم من كده الاسماعيلي عدى هذه المرحله. وديكار السنغال او دوكار السنغال 3-1 ضد الوداد الرياضي المغربي. دي مواعيد مباريات اليوم، احنا قلنا خلاص ان شاء الله الاهلي الساعه 3 مع جيما الاثيوبي، وسيمبا التنزاني مع نكانا الزامبي ايضا الساعه 3، وليسوتو بانتو ليسوتو مع فيتا كلوب الكونغولي الساعه 4 ان شاء الله، واتحاد طنجة المغربي مع شبيبه الثوره الجزائري الساعه 5 باذن الله. لسه في مواعيد مباريات اليوم، اسك ضد الملعب المالي الساعه 6، والهلال السوداني والنادي الافريقي التونسي الساعه 7، وحوريه الغيني والنصر الليبي الساعه 7. الفرق المتاهله لدور المجموعات، احنا قلنا امبارح كان 8 فرق، سان داونز من جنوب افريقيا، ومازيمبي الكونغو، والنادي الرياضي القسطنطيني الجزائر، بلاتينيوم زيمبابوي، ولوبي ستارز نيجيريا، الاسماعيلي من مصر، الوداد الرياضي من المغرب، واورلاندو بيرتيس من جنوب افريقيا، وان شاء الله الاهلي المصري باذن الله. يلا دي مباراه الاهلي اللي اتكلمنا عليها مع الانديه الاثيوبيه، لعب 5 لقاءات ضد الانديه الاثيوبيه، فاز في 2 تعادل في 3، هزيمه الحمد لله ما كانش فيها زائم، الاهداف له 8 اهداف وعليه 3 اهداف.
ده موقف النادي الاهلي في الدوري، لعب 11 مباراه، فاز في 7، تعادل في 2، خساره في 2، اهداف 16 هدف وعليه 7 اهداف، النقاط 23 نقطه والمركز السادس. موقف نادي جيما في الدوري الاثيوبي، لعب مباراتين فقط وفاز في واحده، تعادل في واحده، له هدفين وعليه مفيش عليه اهداف، النقاط 4 نقاط والمركز التاسع. دي قائمة الأهلي اتكلمنا فيها مع حضراتكم، كان شريف إكرامي والشناوي على اللطفي وأيمن أشرف وكوليبالي ومحمد هاني، علي معلول وأحمد حمدي، حسام عاشور والسلية، هشام محمد، محارب وميدو جابر، ناصر ماهر ومحمد شريف وحمودي وكريم ندفد ومروان محسن والنجم وليد أزارو والمدير الفني الكفء محمد يوسف. دول الحكام، حكم الساحة حسن محمد حجي من الصومال، وحكم مساعد حمزه حجي من الصومال ايضا، مش عارف هم اخوات ولا ايه، وايدي محمد نور من الصومال، طاقم تحكيم صومال. دي قائمه الهدافين، بيتصدرها معتز المهدي من النصر باربع اهداف، وجون من سيمبا ثلاث اهداف، مامادو من جيما اباجيفار ثلاث اهداف، ده معلومه طيب تمام، وشامة من سيمبا ثلاث أهداف، وسامي من ديولاسو ثلاث أهداف. دي كانت الإحصائيات والجرافيك اللي محضره فريق الإعداد، يعني لامم كل حاجة عن مباراة اليوم. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام للحديث عن هذه المباراة الهامة جدا، الأهلي وجيما الأثيوبي، الكباتن الكبار كابتن محمد حشيش والنجم أحمد بلال والنجم أسامة حسني، استنونا بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في ملعب الاهلي، ونورني وشرفني نجوم مصر ونجوم الاهلي الكباتن الكبار كابتن محمد حشيش. منور الدنيا يا كابتن. صباح الفل. جاهز؟ جاهز ان شاء الله، ويوم يوم جميل ان شاء الله باذن الله يا رب. والنجم الكبير كابتن احمد الجوان. ازيك يا ميدو؟ منور يا كابتن. الحمد لله ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله باذن الله هدافين النهارده. بص هدافين ومدافعين. ان شاء الله اليوم النهارده يكمل النجم الكبير كابتن اسامه حسن. منور الدنيا. ازيك يا كابتن ميدو؟ سعيد طبعا موجود مع كابتن حشيش وكابتن احمد بلال، ويا رب ان شاء الله يكون يعني يوم اهلاوي خالص ان شاء الله. يا رب يا رب. هبدا معاك بتشكيل مباراه، تمام، بعد كده نتكلم عن اهميه هذه المباراه. اكيد مباراه مهمه جدا، لكن تشكيل مباراه زي ما قلت لحضراتكم شريف اكرامي اقول لكم مره ثانيه، ونيدفيد وكوليبالي وهاني من مساكين، وعلى شمالهم ايمن اشرف، عمرو السوليه، وهشام محمد، واسلام محارب، وناصر ماهر، وحمودي، ومروان. هنعملها 4-4-1-1، هنعملها 4-2-3-1. هنشوف ضيوفنا الكرام ونجوم الاستوديو التحليلي هيقولوا ايه. اتفضل يا كابتن. طبعا مباراه هامه للنادي الاهلي في الادوار الاولانيه في بطوله افريقيا اللي كلنا طبعا بنامل فيها السنه دي بعد السنتين اللي فاتوا. نتيجه المباراه الاولانيه يعني تعتبر جيده، كنا نامل في اكثر من كده طبعا في الاهداف اللي كانت رايحتنا النهارده تماما، اكيد. انما ان شاء الله باذن الله اللي ما قدرناش نعمله في القاهره نعمله ان شاء الله هناك. شايف نفس التشكيل بتاع النادي الاهلي باختلاف يمكن اسلام محارب بس هو المتغير شويه. ان شاء الله باذن الله. يعني اعتقد ان كابتن يوسف هيلعب بنفس الطريقه 4-2-3-1. اهم حاجه في المباراه النهارده ان شاء الله باذن الله طبعا الجديه والاهتمام بالمباراه والتركيز، بغض النظر عن نتيجه المباراه الاولانيه، التركيز في المباراه، اقل نسبه من الاخطاء، يعني ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اخطاء، يبقى في تركيز وحماس وروح قتاليه من البدايه، نحسس المنافس بان احنا رايحين نكسب كمان هناك ان شاء الله، لان هي طبعا فرقه متواضعه، عندهم بعض الافراد بس يعني على المستوى الفردي بعض الافراد كويسين. ان شاء الله من البدايه تكون بدايه قويه للنادي الاهلي، يقدر يجيب الهدف الاولاني هناك اللي هو طبعا يقتل بالمباراه، وان شاء الله خير يعني باذن الله يا رب. كابتن بلال، شوف المباريات البدائية يعني بتبقى مرة بره ملعبك بتبقى مباريات مهمة جدا بالنسبة لك. يعني دايما الفرق وهي وانت بتعمل الاستاتكس بتاعتك بتاعت المباريات كلها وبتاعت الفرق بتبص على الفريق لما بيلعب بره بيعمل ايه؟ هل بيتعادل؟ بيكسب؟ بيخسر؟ وبتبني عليها بعد كده الشغل التكتيكي بتاعك. يعني مثلا النهارده ممكن بعد كده في دوري المجموعات الناس هتبص على النادي الاهلي، النادي الاهلي لعب كام مباراه بره، النادي الاهلي نادي كبير جدا له المهابه بتاعته وضعه طبيعي جدا، لكن انت بتتكلم في التوقيت الحالي كل الفرق وانت بره، بص على الاحصائيات بتاعتك خارج ملعبك، هل انت بتكسب خارج ملعبك؟ اذا انت فرقه قويه بتهاجم هتعمل حسابك بشكل كبير جدا، هل انت بتدافع بره ملعبك؟ بتخسر بره ملعبك؟ بتتعادل بره ملعبك؟ فبالتالي التاكتكس بيختلف جدا من وانت بتخسر وانت بتكسب. النهارده مباراه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه افتتاحيه بالنسبه للدوري خارج ملعبك، كسبان 2-0 كان ممكن تكسب 5-6، واحنا قلنا ان كل هدف بتسجله داخل ملعبك بيفيدك بشكل كبير جدا خارج ملعبك، كل هدف بتسجله كمان بيتحسب لك كمان وبتخلي الفرقه تعمل حسابك والفرقه اللي بعد كده. والفرقه انا بتكلم على الفرقه اللي بعد كده. النهارده المباراه ممكن ما تكونش صعبه بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن احنا بتبني عليها المباريات اللي بعد كده، لان دوري المجموعات سريع، البطوله سريعه، الماتشات ورا بعضها على طول، ما عندكش توقيت. فالنهارده مباراه بالنسبه للنادي الاهلي في ظل برضو الغيابات اللي موجوده، في ظل العناصر لسه ما دخلتش على النادي الاهلي، في ظل العناصر اللي هتتايد ان شاء الله في يناير ويبقى ليها حق المشاركه بعد كده في بطوله افريقيا، المباراه ممكن تكون صعبه شويه، ولكن النادي الاهلي قادر انه يحسم المباراه. الفروقات الفرديه ما بين اللعيبه وبعضها، لعيبه النادي الاهلي ولعيبه جيمال سيوبي كبيره جدا لصالح النادي الاهلي طبعا. المباراه اللي كانت هنا اداء كان رائع جدا، اداء قوي، بتهاجم بشكل كويس، ولكن عندك مشكله في الحته الاخيره، حته الفينش، ازاي بسجل الهدف، وهو ده التارجت المفروض ان احنا بنلعب عليه. واحنا قلنا ان كابتن يوسف المفترض انه كان هيشتغل او المفترض انه اشتغل على الحته دي قبل كده، لان خلاص انت في بطوله افريقيا كل هدف بتسجله محسوب عليك في دوري حتى المجموعات، فممكن هدف يخرجك وهدف يدخلك. فالنهارده ممكن مباراه معنويا بالنسبه للنادي الاهلي مباراه جيده على ارض الملعب، مش عارفين الملعب عامل ازاي، احنا سمعنا الملعب سيء، سمعنا ان الاجواء هناك صعبه، سمعنا ان الجو حر هناك، ولكن اعتقد هتبقى مباراه ان شاء الله جيده بالنسبه للنادي الاهلي، لان انت عندك ثقه وكسبان هدفين مقابل. شايف التشكيله دي 4-2-3-1 ولا 4-4-1-1؟ لا هو نفس التشكيل 4-2-3-1. نيدفيد وايمن اشرف، هاني وكوليبالي، السوليه وهشام محمد الاثنين في نص ملعب، الثلاثه اللي موجودين قدام حمودي ناحيه الشمال، اسلام محارب ناحيه اليمين، ناصر ماهر في القلب،
تحت مروان محسن الفرود الصريح بتاع النادي. كابتن اسامه خلاص احنا داخلين في الاجواء والفريق خلاص على وصول للملاعب دلوقتي. زي ما احنا اتفقنا كابتن ميدو قلنا شهر 12 ده شهر مهم جدا للنادي الاهلي، عندك فيه اهداف كبيره اهداف بطوله الدوري في 6 مباريات مهمين جدا. الحمد لله انت ماشي بخطى ثابته في 3 انتصارات في مباراه الدوري، وعندك هدف افريقي مهم جدا يكمل النهارده ان شاء الله على خير، هو مباراه جيما بطل اثيوبيا ان شاء الله. كانت المباراه الاولى في مصر، كان ممكن زي ما كابتن حشيش بيقول انك انت تروح اثيوبيا مرتاح بعدد كبير من الاهداف، وكانت في ايدك ووصلت لمرمى جيما كتير. الشوط الاولاني كان في مصر اديت مباراه رائعه، الشوط الثاني نظرا للارهاق والتعب كان ليهم الافضليه في الشوط الثاني، لكن انت كان ليك هجمات اخطر كانت ممكن تكبر النتيجه، ممكن تطلع مباراه 5. لكن النهارده يعني مباراه جيما على ملعبهم مش هتبقى مباراه سهله، فرقه من الفرق اللي ما بتشلتش، من الفرق اللي بتنقل كوره، عندهم السرعات موجوده. على ما اعتقد النهارده المدرب بتاعهم ممكن يبدا بتشكيله هجوميه اللي نهى بيها في مصر، كان عن طريق مامادو سيدي بيه كان رقم 7، هو اخطر لاعيبه جيما كان قاعد في المباراه الاولى، ممكن يتم الدفع بيه النهارده من بدايه المباراه، ممكن نلاقي خطوره لجيما. لكن النهارده الفيصل ان النادي الاهلي حته الفرص الضايعه اللي بلال بيتكلم عنها، النهارده لما يجي لك فرص لازم تقتل المباراه بالفرص اللي بتجي لك. النهارده شفنا مباراه الاسماعيلي امبارح في اول 10 دقايق الاسماعيلي بيحرز هدف، ده صعب المباراه على فرقه القطن الكاميروني رغم انها فرقه كويسه. النهارده برضو نفس الكلام، ان شاء الله الفرص اللي بتيجي هي تحت الفرص من بدايه المباراه. بالنسبه للتشكيله اللي احنا خلاص يا اسامه هو الاتوبيس الفريق في طريقه لملعب المباراه. زي ما كنا بنتكلم عن التشكيله النهارده والخطه اللي بيلعب بيها كابتن يوسف، هي 4-2-3-1، في وقت من الاوقات ممكن لما تفقد الكوره تتحول ل 4-3-2-1 بنزول اسلام محارب. النهارده كابتن محمد يوسف فضل ان اسلام محارب يكون موجود على حساب محمد شريف. طبعا النهارده حسام عاشور حته الاصابه هي بعدته، اصابه الانكل امبارح حصل له اختبار طبي لكن تم الدفع بشان محمد. حته اسلام محارب يكون موجود النهارده، اول حاجه لاسلام عنده خبرات افريقيه، لعب في البطوله اللي فاتت مباريات كتير سواء بره ملعبنا او جوه ملعبنا. تاني حاجه ان محمد شريف اسلوب لعبه دايما فاتح الملعب لبره، ما بيبداش من حته نص الملعب، ودي بتفقدك حته عمليه الاستحواذ شويه في نص الملعب، انه دايما فاتح ورامي نفسه على الباك رايت. بس انت فقدت سرعه، خلي بالك. ما انت هقول لك حاجه دلوقتي، انت لازم ابتداء حمودي وكان محمد شريف لازم يبتدي من نص الملعب، تعمل الكثافه العدديه في نص الملعب اللي بتديك السيطره والاستحواذ، لكن محمد شريف دايما بيرمي بره. اسلام محارب عنده الميزه دي ان هو بيبتدي من قلب الملعب، ممكن هتلاقي جنب هشام محمد جنب عمرو السوليه تقدر تديك الاستحواذ، وتبدا بقى تشتغل على انطلاقات حمودي، تقدر تشتغل انطلاقات ناصر ماهر وانطلاقات مروان محسن. فهي ممكن يكون الكابتن محمد يوسف هو التفكير بتاعه هو اللي يعني خلاه يشتغل الشغل ده. لكن كل اللي هيحسم الكلام ده كله نظرا بقى لسوء الملعب، نظرا لدرجه الرطوبه، انت فوق سطح البحر، حته الفرص بقى ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده مروان محسن او ناصر ماهر او حمودي، اللي لازم يكون ليه فعاليه هجوميه كبيره. احمد حمودي من اللعيبه اللي بتوصل لجون، لكن لازم يطور حته انهاء الهجمه عنده. ده اللي انا كنت هكلمك فيه. هل احمد حمودي، محمد شريف، وعاد محمد شريف، محمد شريف بيعرف يجيب جون، بيعرف يعمل فرص؟ شفنا مباراه اللي عمل مروان فرصتين او جولين. يعني هل احنا فقدنا سرعه وفقدنا عنصر بيعرف يجيب جول، ولا هل دي تشكيله مثاليه لهذه المباراه؟ انت خلي بالك يعني محمد شريف ورقه رابحه عندك برضه، ممكن تستعين بيه في الشوط الثاني، لكن المهم عندك في الماتش بتاع النهارده ده انك انت تقفل نص الملعب، خاصه بقول لك جيما في الشوط الثاني او في المباراه الاولى من الفرق اللي ما بتشلتش، لا بيلعبوا دايما كره بالرجل، عندهم السرعه في نص الملعب انهم يلاقوا بعض، فانت محتاج تقفل نص الملعب، تقفل نص الملعب بالدور اللي هيلعب بيه اسلام محارب النهارده، ان هو لما بتفقد الكره بينزل بيبقى ثالث نص ملعب عندك، وبيبتدي من القلب، وبعد كده بيشتغل لقدام او بيشتغل لبره عكس محمد شريف. لكن محمد شريف زي ما بقول لك طبعا يعني حته انهاء الهجمه عنده بيشتغلها بشكل كويس. حمودي لازم يشتغل على النقطه دي، مهمه جدا دي، لو اشتغل عليها دي هتعليه جدا في الناحيه الهجوميه. ده وصول لعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي لملعب المباراه. شفنا محمد يوسف، كابتن محمد يوسف، كابتن سعد عبد الحفيظ، وكابتن طارق سليمان، وده السليه ان شاء الله، وحمودي، كل التوفيق ليكوا يا رجاله النهارده في هذه المباراه. اتفضل يا بلال. بص، في نقطه مهمه جدا، حته النهارده يلعب بشريف او باسلام محارب، يمكن برضو النتيجه اللي جوه مصر
ليها مردود في الحته دي، انك انت بتلعب بمين، بتلعب عايز مين يبتدي، انت عايز ايه من المباراه؟ اكيد عايز ايه من المباراه النهارده. محمد شريف لو هتحطه يبقى انت عايز تكسب، يبقى انت عايز تسجل اهداف من بدايه اللقاء، يبقى انت عايز تعتمد على السرعات. ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ خد بالك ده طبيعي، ده طبيعي. طبيعي انت عايز تسجل ولا طبيعي انت عايز؟ بص، هو الطبيعي انك تعمل بالانس في البدايه، لان انت ما تعرفش الفرقه اللي قدامك هتلعب بأي شكل. تمام. الحاجه الثانيه ان انت دايما بتدور على واحد عندك على دكه البدلاء وانت كسبان 2-0. خد بالك عشان كده انا بقول لك انت نتيجه مصر بتترتب او مترتبه عليها التشكيل اللي موجود هناك اللي في اثيوبيا. انت عندك في دكه البدلاء لازم يبقى في موجود عندك واحد تقدر تستخدمه كفاريو، ده كابتن تقدر تستخدمه النهارده كلاعب مثلا يلعب تحت الفراوده. النهارده الوحيد اللي موجود النهارده ناحيه الشمال او حتى ممكن يكون ناحيه اليمين في بعض الاوقات هو النهارده محمد شريف، ممكن يكون هو العنصر اللي عنده سرعات تعتمد عليه الشوط الثاني. النهارده زي ما قال اسامه، انت عايز من التشكيل، عايز من المباراه النهارده، انت عايز تستحوذ على المباراه، عايز ما تديش فرصه للفريق الاثيوبي ان هو حضر في نص ملعبه، لعيب الكوره كويسين جدا. محمد شريف بيلعب من على الخط، تمام، ما بيضمش لقلب الملعب. انت عايز واحد يكون موجود مع الاثنين اللي موجودين تحت وينزل معاهم حمودي وتقدر تعمل عمليه الاستحواذ، تقدر تطلع بالكوره. بتلعب بطريقه النادي الاهلي، انا بستحوذ، بباصم من رجل لرجل، بطلع للكوره، عندي فرد ممكن اسند عليه ويشتغلوا الاثنين او يشتغلوا الثلاثه من تحت الفرد، اللي هو ناصر ماهر، اسلام محارب، احمد حمودي، الثلاثه يشتغلوا من تحت الفرد. فانت عايز كثافه عدديه في نص ملعب بحيث ما تديش مساحه وما تديش فرصه للفريق الاثيوبي ان هو يبتدي يشتغل في نص ملعب، لان هم فرقه عندهم كوره كويسه قوي. النقطه الثانيه، اسلام محارب دفاعيا اقوى شويه من محمد كتير بكتير. فانت النهارده برضو بتلعب بره ملعبك، وارد جدا ان الفريق اللي قدامك يكون مغير استراتيجيه لعبه، فانت عايز واحد يقدر يدافع بشكل كويس جدا، عايز واحد في الحاله الدفاعيه بدل ما انت بتلعب 4-2-3-1 يتحول 4-5-1، 4-5-1 يبقى اسلام محارب بيدافع، حمودي نوعا ما برضو بيدافع. فانت عايز كثافه عدديه حتى في الناحيه الدفاعيه، لان انت اوريدي في جعبتك هدفين. الفكر متغير شويه عشان انت مش عايز، يعني انت رايح ممكن تسجل اهداف او بتلعب انك تسجل اهداف من خلال استغلال المهارات الموجوده عندك. انت عندك برضو مهارات فرديه تقدر تستغلها بالزبط. عندك شغل جماعي ممكن تقدر تستغله بالزبط. لكن الهدف الرئيسي بالنسبه لي ان انا استحوذ وما اجيش فيه هدف. استحوذ يبقى اكبر عدد من اللعيبه اللي تعرف تلعب كوره داخل الملعب. محمد شريف يمكن هو بيلعب انديفيدوال شويه، بيلعب لعيب بيلعب على الخط، بيستغل السرعات، ما بيضمش لقلب الملعب، ما بيلعبش كتير مع زمايله، ممكن يعمل اسيست بس من على طرف الملعب مش من قلب الملعب. هو ده اللي يمكن محتاجه كابتن محمد يوسف مباراه النهارده. تمام كابتن حشيش، اختلف مع بلال شويه. انا هقول لك اول مره اختلف معاه. اختلف يا كابتن، وكمان كنا بنقعد جنب بعض، فاحنا دلوقتي بعيد فنختلف كمان. خلينا اسالك السؤال اللي انا كنت اساله لك، هو في اختلاف يعني هقول لك انت مؤيد ولا مش مؤيد، واقول لك الخوف من الفكره. تمام. الخوف من الفكره بس، ان انا نازل عايز اعمل بلال بيقول عليه، مع ان هي ظاهره صحيه لو انا عرفت اترجمها، ان انا استحوذ على الكوره وابدا اترجم لهجمات اجيب منها اجوال. كويس. بعد ما استحوذ فين العناصر اللي ممكن بقى عندها سرعات والحاجات دي؟ انا كان ليا راي تاني. كنت اتمنى طبعا البدايه تبقى بمحمد شريف ناحيه الشمال واسلام محارب ناحيه اليمين. احنا شفنا المباراه اللي فاتت مصدر الخطوره النوعي بالنسبه للفرقه دي كانت من ناحيه الشمال عندهم، اللي هي اليمين عندنا. طبعا اسلام محارب لو هنشوف المقارنه بينه وبين حمودي في الناحيه الدفاعيه، طبعا اسلام محارب اقوى شويه في الناحيه الدفاعيه. كذلك انت ناصر ماهر هيبقى عليه دور كبير قوي تحت شويه مع هشام محمد والسوليه في نقل الكوره والاستحواذ. وبعدين خلي بالك النهارده الجو ممكن ما يساعدكش انك تتحرك كتير، انت هتلعب من مكانك، يعني الكرة هي اللي بتتحرك، وانت محتاج كمان سرعات، انت محتاج سرعات في الحتة الأمامية، لأن طبعا الفرقة التانية مغلوبة 2-0 مش هينزل يدافع، هو مش باكي على حاجة، هو هينزل يضغطك من البداية، وهيستخدم طبعا أو هيساعده عامل الجو اللي متعود عليه والجمهور الكبير، فهو عايز يضغطك، بالتالي هيبقى في مساحات محتاج فيها سرعات. طبعا محمد شريف في الناحية الهجومية إيجابي عن حمودي، حمودي برضو ايه بيلعب الكره وهو واقف اوفر، يعني ما بيخترقش من النص، مش ايجابي على الجون زي محمد شريف. محمد شريف ممكن يقدر يجيب لك جون اللي انت عايزه. انت لو حرزت هدف زي ما بكرر اسامه، كلام اسامه، مباراه الاسماعيلي امبارح الجون الاولاني هو اللي قتل الماتش. انا بعتقد ان الاسماعيلي لو ما كانش جاب الجون الاولاني ده كان ممكن صعب او ممكن خسر، لان الفرقه ضغط عليهم في البدايه ووصلت للسكور، كان ممكن تضغط وتكمل. فهو الهدف له عامل كبير جدا المباراه دي، وكنت اتمنى ان هو طبعا يبدا بشريف مع مروان محسن في الحته في السرعات والمساحات اللي هتبقى فاضيه ممكن كان يبقى فيها تاثير ايجابي يعني.
وجهه نظر. خلي بالك دي وجهه نظر يعني كابتن حشيش، يعني ممكن يكون الكابتن يوسف برضو من ضمن حاجاته انا بستعين بالخبرات اللي عندي، حمودي زيه زي اسلام محارب لعب، محمد شريف لسه ما دخلش، او زي ما بقول بلال عايز دكه جامده، عايز يبقى العيال عنده عندك ناس تغير طبعا بالزبط. يعني بره زي وليد ازارو، زي بقى عندك محمد شريف، عناصر تقدر تستعين بها، خاصه ان وليد سليمان مش موجود النهارده. النهارده زي ما احنا قلنا في المباراه الاولى، اضعف خطوط جيما الاثيوبي هو الباك ليفت الياس ورا رقم 16. حتى لو بصينا على الهدفين المره اللي فاتت جم من ناحيه الباك ليفت بتاع جيما، الكره اللي عملها ناصر ماهر جات لكريم ندف اللي بعديها وحطها بطن رجله في العرض، رد ناصر ماهر حطها تاني. ما عندهم حاجه سيئه جدا يا اسامه، لا ده هي خاصه الباك ليفت الياس ورا ده. الهدف الثاني اتعملت برده في ظهره، استلمها مروان محسن خدها بكعبه لف ودوران وسددها، يعني كان هدف حلو من الاهداف الحلوه جدا اللي فيها يعني شغل من مروان محسن. فكان هي دي نقطه الضعف بتاعت جيب. لو نقدر نشتغل بقى ونزود الشغل الهجومي في الناحيه دي عن طريق حمودي يبقى كويس جدا. خلي بالك برضو عندهم نقط ضعف مهمه جدا برضو، ادام سيسيكو ده رقم 22 ده المساك، هتلاقي طويل شويه عنده بطء شويه في الحركه، دايما واحد ضد واحد تقدر تروح عليه تشتغل، ممكن تاخد منه ركله جزاء، فده ممكن هو خط الظهر ممكن تشتغل عليه باسلام محارب بقى، ان ناصر ماهر النهارده يقدر يقف على كورته، يقدر يبقى عنده الباص المميز لمروان محسن يقدر يحطها لحمودي في مساحه. لكن النهارده النادي الاهلي يعني لو رايه واحنا في دماغنا ان احنا ندافع طول 90 ده هتبقى الامور صعبه جدا، لازم انت يبقى ليك سابق في نص الملعب، انك يبقى في ضغط في وقت من الاوقات، لازم تضغط انت من فوق، ولازم يعني توقف فريق جيما في وقت، اكيد هترجع وهتبقى انت عامل الدفاع بتاعك من على 18 ويبقى عندك حسن تمركز او تمركز صحيح. فده كلها سيناريوهات لازم يكون الكابتن محمد يوسف طبعا يعني مرتب ليها من البدايه. لكن النهارده دور ناصر ماهر مهم جدا في نص الملعب، ان هو اللي يبدا يربط الخطوط ببعضها في نص الملعب. النهارده لما تستلم الكوره، وما شاء الله ناصر ماهر احنا شايفينه يعني بيمر بحاله كويسه جدا من مباراه للثانيه، بدا يعلى، بدا ياخد احساس المكان، بدا كمان يبقى ليه فعاليه هجوميه على المرمى، ودي كنا بنعيب عليها ناصر ماهر في الاول انه دايما بيستلم وبيستلم من تحت، طب فين الخطوره اللي بيعملها؟ لا ده دلوقتي بقينا بنشوف بيروح بيعمل باصات يعني مؤثره جدا، مره شفناها في الدوري لباسم معالي بيجيب ركله جزاء، بنشوف النهارده في المباراه زي ما احنا شايفين دلوقتي بيحط النيدفيد كرات مؤثره. فالنهارده ناصر ماهر برده هيكون له دور مهم، ان ازاي لما انت بتسيطر على الكوره وبيبقى معاك الكوره يحط بقى الباص السحري اللي تقدر تضرب بيه الخطوط بتاعه جيما، خاصه انهم عندهم مشاكل في الناحيه الدفاعيه. تمام. الخوف يا كابتن بلال، الخوف ان انت لا قدر الله لا قدر الله بتلعب على رده الفعل فيجي فيك هدف. الموضوع في اثيوبيا وانت عارف الاجواء الاثيوبيه طبعا، وانتوا طبعا عارفين الاجواء الاثيوبيه كلها صعبه جدا، خوف انت ما تعرفش ترجع. فان انت تلعب باسلحتك كلها كبدايات وتجيب هدف، تحاول تجيب هدف عشان تقتل المباراه، زي ما الكابتن حش قال مباراه الاسماعيلي امبارح لولا الهدف اللي جابوه كان المباراه صعب قوي عليهم، ده بس الخوف. لكن انت قول لي لو انت هتحط تشكيله النادي الاهلي هتحطها كده ولا هتستخدم عناصر ثانيه؟ لا لو انا بحط لو بحط التشكيل هلعب بمران باسمه وليد ازار بازار لو انا هلع لو انا احط تشكيل احمد بلال مكان مروان محسن. حتى لو مروان كان ماشي كويس جدا وعنده حاله هدفيه، بص انا بلعب على الماتش، مش معنى كده، بص انا مش معنى ان انا النهارده بلعب بحط مروان محسن على دكه البدلاء يبقى ده معناه ان هو ادى بشكل وحش او بطل. انت بتتكلم في حاله احترافيه قمه الاحترافيه، انا بتكلم دلوقتي في مباراه انا محتاج منها ايه. النهارده ما بتلعبش مباراه دوري عام، فالنهارده مروان ماشي كويس فانت بتقعده وبتحط وليد ازارو مكانه. انا بتكلم في مباراه تحديديه، المباراه اللي زي كده احنا المباراه اللي زي انا بتكلم دلوقتي بس عشان الناس تفهم، بتكلم كمدير فني عايز الماتش ده، عايز الماتش ده الماتش ده مش هبص الحاله العاطفيه دلوقتي اللعيبه بالظبط 90 دقيقه دول 90 دقيقه مش عايز اكتر من 90 دقيقه، عايز استحوذ وعايز يبقى عندي سرعات في الحته اللي قدام. بس خد بالك انت اختزال السرعات، يعني انا كباتن بس ايه هي الفكره كلها، احنا بنعلق ليه كابتن يوسف بيحط اسلام محارب داخل ما بيحطش محمد شريف. انا بكلمك على انا من وجهه نظري لو انت مثلا هحط تشكيل يبقى انا هحط وليد ازارو مع اللعيبه اللي موجوده دي. تمام. ليه؟ يبقى عندي عنصر في سرعه في الناحيه اللي قدام في الهجمات المرتده السريعه، وعندي العناصر داخل الملعب التانيين اللي هم بيقدروا يمسكوا الكوره يستحوذوا ويلعبوا من رجل لرجل. لو شفت الهدف الاول اللي سجله النادي الاهلي ده مش من هجمه مرتده سريعه، لا ده من استحواذ من باص من رجل لرجل لرجل لرجل، لعيبه النادي الاهلي بتنتقل لحد ما وصلوا ان هم يبقوا ست لعيبه
في منطقه الجزاء كده. ده الشغل اللي احنا محتاجينه. يمكن لو سمير لعيب الكوره بص كوره يا جماعه بص كام واحد كره في كثافه كمان ست باصات ست لعيبه من النادي الاهلي موجودين على خط ال 18 ده عندك هو ده اللي موجود هو ده اللي مطلوب او هو ده اللي بيشتغل عليه الكابتن يوسف النهارده. انت مش لازم يكون عندك عامل السرعه في كل هجمه تشتغل عليها اكيد عليها. اكيد عامل الاستحواذ بس لازم عندك بس يبقى لازم عندك عنصر سرعه فوق ما عشان كده انا بقول لك او على الاقل على الاقل عنصر هو بلال اصلا يعني عنصر السرعه انت شلت محمد شريف اللي كان ممكن يعمل لك ده وليد ازار حط وليد ازار اتكلم في كده طب انت حطيت مروان كان لازم يبقى فيه غير بقى يعني حط بقى وليد ازارو عنده السرعه وعنده القوه وليد مروان محسن لعيب كبير لعيب محطه لكن في الماتشات اللي زي كده اللي ممكن يبقى انت دايما محطوط تحت ضغط تبقى محتاج كره طوليه تكره طويل سكت باس طويل ممكن من خلال وليد ازارو يستغل السرعه بتاعته يوصل للجول باكتر من مره وشفناها في مباريات افريقيه كتيره جدا يا كابتن صحيح وليد ازارو في الحته دي بيعملها بشكل كويس قوي 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 كان مع وليد سليمان بيعملوا الحته دي فالنهارده ما عندكش وليد سليمان ما عندكش محمد شريف يبقى لازم يبقى فيه عنصر هو ممكن يكون بلال فكر في حاجه ثانيه الكلام اللي انت بتقوله ده فعلا مليون في المية صح انا كنت من المؤيدين معاك بس ممكن يكون فكر هو تفكير ثاني ان برده ممكن الفرقه الثانيه يعني عارف بمرور الوقت لو النتيجه لسه 0-0 هيبقى هيزيد الضغط بتاعهم على النادي الاهلي في في الشوط الثاني فيبقى في مساحات في دفاعهم وبعد مجهود 45 دقيقه في الجو ده فممكن ينزل وليد ازارو فريش الشوط الثاني سرعات زي ما انت بتقول قويه هم يكونوا برضو استنفذوا مجهودهم وهيبقى في مساحات اكبر موجوده في الشوط الثاني نتيجه لضغطهم بقى لان خلاص مش هيبكي على حاجه فممكن يكون مخزنه للحته دي المشكله ما في المشكله انت بتنزل انا بتكلم فيها كابتن كمان عندك الاكسجين لا انا بتكلم فيها كابتن مفيش فريش مفيش فريش انا خلي بالك حته الاكسجين انت بتتكلم عليها ده كابتن ميدو حته مهمه اكيد انت بتشتغل عليها برضو دور التغذيه لا النهارده انت واخد معاك الشيف بتاع النادي الاهلي برضو الاكل ده مهم جدا ايه الاكل اللي انت ممكن او التغذيه المعينه اللي تقدر تديها للاعب اللي بقى عنده المخزون في ظل نقص الاكسجين ده دي اشتغلوا عليها وان شاء الله يعني يبان اثارها النهارده يا رب يا رب بص يا كابتن ميجي يمكن انا يعني انت دايما لازم وانت بتحط التشكيل بتعمل بالانس او بتعمل حسابات الحسابات اللي بتعملها او الحسابات اللي ممكن يكون كابتن يوسف بيعملها كابتن ان انا عندي الجو حر هغير الثلاث تغييرات ده طبيعي جدا وارد ان انا ممكن اغير الثلاث تغييرات عادي فانا الثلاث تغييرات بتوع دول هيكون مين العناصر اللي موجوده انت ممكن يبقى في عنصر طارئ بالنسبه لك اصابه لكن انا بشتغل علي انا النهارده رايح بعمل بالانس في التشكيل بتاعي لكن وانا بعمل البالانس ببقى عندي يعني عناصر تقدر ان انا بعول عليها ان هي تخلق لي فرص في اوقات صعبه جدا اللي يقدر يخلق فرص في اوقات صعبه جدا في الماتشات اللي زي كده اللعيب اللي عنده السرعه اللي هو وليد ازارو مع ما ما تقدرنا طبعا الكامل لمروان محسن احنا بنتكلم عن الماتش ده بالذات الماتش ده بالزبط. انت ممكن تكون مضغوط وتلعب مع فرقه لعيبه كوره الشوط الثاني ضغطوك بشكل كبير لعبوا كوره بشكل كبير فالنهارده ممكن وهما بيضغطوك يبقى عندك المنفذ بتاعك انك تلعب على هجمه مرتده سريعه بس في الاساس ده اثناء الجيم في الاساس الجيم. انا بنزل بالفول باور بتاعي انت بتنزل فول باور مفيش مشكله احنا متفقين ما بحطش حد اللي هو من الفول باور بره ده الطبيعي طبيعي. لكن انت المدير الفني ساعات بيبقى تقسيمه المباراه بالنسبه له مختلفه أكيد شويه أكيد الفكرة مختلفه انا بعمل ايه انا بشتغل انا الشوط الاول يا كابتن بستحوذ بشكل كبير هو ده اللي عايزه هو ده اللي عايزه استنفذ الطاقه اللي موجوده عند فريق جيمان الاثيوبي وبعدين ابتدي اشتغل انا الشوط الثاني بالاستراتيجيه بتاعتي انا هاجم منين ابتدي احط السرعات بتاعتي المهارات لعيبه فريش عندهم سرعه عندهم قوه عندهم مهاره دول اللي يقدروا يغيروا لي الدفه بتاعتي يبقى انا الشوط الثاني انا اللي ليدنج في المباراه انا مش رد فعل انا الفعل في المباراه لكن احنا الحته اللي احنا كنا محتاجينها ان يبقى عندك كل العناصر داخل الجيم من بدايه اللقاء كل العناصر بستحوذ وعندي السرعه في الحته اللي قدام تمام عشان كده كنت عايز وليد ازارو يبقى موجود ومحمد شريف ممكن يبقى هو ده العنصر اللي بتغيره الشوط الثاني العنصر اللي فيه برضه سرعه يبقى انت بتعتمد على السرعه بتاعتك لو المباراه لا قدر الله مثلا انت مغلوب او متعادل او اي حاجه ما هو اكيد محمد يوسف فكر كده هو طبعا يعني اسامه وبلال بيتكلموا ان هو عايز يستحوذ على منطقه نص الملعب عايز يعني يمتص الحماسه اللي هينزل بيها فريق جيما الاثيوبي لكن انا بتكلم ان احنا كاهلي لازم انت ليك الفعل مش رده الفعل بس ده اللي بتكلم فيه ده اللي مختلف فيه لكن هو عايز يستحوذ ظاهره صحيه جدا الفكرتين يا ميدو صح بترجع بقى لقناعات المدير الفني هو عايز ايه من الجيم وهيبدا ازاي وتقسيمه ممكن كابتن حشيش شريف ما ظهرش في المباراه الاولى بالمظهر اللي يخلي يوسف يديله المباراه دي وما تعرفش حالته برضه محمد شريف سواء ما تعرفش حالته في خلال الاسبوع اللي فات ايه قبل قبل المباراه احنا بنتكلم بالظبط احنا بنتكلم على الورق الحاله الاخيره على الورق. اللي احنا شفناها وعلى الورق المدرب بيبقى عايش مع اللعيبه يوم بيوم ممكن انت عارف الكيرف بتاع اللعيبه بينزل من اسبوع لاسبوع بتلاقي في اسبوع انت لوحدك ولغايه النهارده احنا مش عارفين الاسباب ايه تلاقيك انت فايق
مع ان نفس نظام اكلك ونفس نظام النوم وكل حاجه بتعملها واحد، بتلاقيك في اسبوع فايق قوي واسبوع التاني ممكن تكون اقل شويه. احنا بس بندخل الجماهير في الاجواء كده يعني، بندخلهم في الاختيارات وده ممكن ليه، وحضرتك تقول وسامي يقول وبلال يقول، بندخلهم في كل حاجه، وبعدين كده نقول لا في ظروف خارجيه ممكن فعلا احنا مش عارفين حالته ايه، ماشي في التمرين ازاي، ممكن يكون كمان محارب ماشي كويس قوي في التمرين في محمد يوسف بيديله اكيد. تمام. هو أكيد. طبعا احنا النهارده برضه مهم قوي عندنا زي ما قلت قبل كده نقلل الميس باس. الميس باس بتخليك هتعمل مجهود زياده عشان تستحوذ ثاني على الكوره في نص الملعب، هتاخد منك جهد اكتر، فاحنا يبقى في تاني شويه وتركيز شويه في الباصات، مع برضه تقليل الاخطاء اللي هي على ال 18. شريف اكرامي له دور كبير النهارده قوي قوي في الناحيه الدفاعيه مع الاربعه المدافعين، برضو اعتقد ان الطرفين ندفد وايمن اشرف مش هيبقوا بالانطلاقات اللي شفناها هنا في المباراه الاولانيه، برضو نتيجه العامل الارض والجو مش معقوله هيبقى يعني، لانه لو عمل سبرنتين ثلاثه في بدايه المباراه ممكن يعني يخلصوا عليه تماما. فاكيد الكابتن يوسف يعني اتكلم كتير قوي في موضوع توزيع الجهد خلال ال 90 دقيقة دي مهمة جدا جدا عشان تقدر ان انت تلعب بمستوى ثابت ال 90 دقيقة. الكرة تشتغل يعني، يعني مش عايزين احنا اللعيب ياخد الكرة ويقعد يجري بيها، لا انت خلي الكرة هي اللي تتعب هي اللي تشتغل. صحيح. لكن النهاردة يعني في اثنين ثنائي عليهم دور مهم جدا، محمد هاني وسليف كلوبالي وعمرو السولية وهشام محمد. النهاردة لازم يبقى في ربط بين محمد هاني وسليف كلوبالي، خاصة ان المباراة الأولى يعني سليف كلوبالي كان بيسيب مكانه ويطلع يقابل، فكان في مساحات كتير في ظهره، ف يعني ظهرت فرصه لفريق جيما كانت خطر جدا، كانت ممكن تدخلهم في المباراه. لازم النهارده سليف يبقى في ربط، الخطوط متقاربه ما بينه وبين محمد هاني. سليف الفتره اللي فاتت عنده مشكله يعني جامده جدا، كل ما احنا بنحضر محمد هاني يلعب له كره دايما تلاقي وشه لمحمد هاني، المفروض وهو مساك في الحته دي يا كابتن حشيش بقف بجنبي، اول الكره ما بتيجي بستلم واشتغل على ناحيه ايمن اشرف. مظبوط. لا هو دايما قافل ظهره عند ايمن اشرف وبيردها تاني وبيستلم، لا يرد لمحمد هاني او يرجع تاني كان لعلي لطفي او شريف كرام. لا النهارده لازم الوقفه مهم، لازم الربط ما بينهم يبقى كويس. النهارده سليف ما ينفعش ان انا ابيع نفسي واروح اقابل من قدام، يبقى في مساحه في ظهر الواحد يتحرك فيها، يبقى وهم ممتازوا بالسرعات زي ما عمل في ماتش الترجي. وهم على فكره اكتر من كوره الماتش اللي فات، يمكن كنا قاعدين جنب بعض يا بلال واحنا بنتفرج، الكوره السرو باس اللي بتتلعب في ظهره يعني الاثنين المساكين، يعني يمكن كلوبالي برضو كان غلط في الموضوع ده انه بيتطرف كتير على الجنب، الراجل بياخده وروح على الجنب وتتلعب. عدله المساكه كابتن حشيش مهمه جدا. طبعا. العدله بتاعته طبعا. لان سليف كلوبالي بان ان هو كويس لما كان ايمن اشرف بيلعب جنبه. صحيح. كان ايمن اشرف بيلعب ناحيه الشمال وسليف كلوبالي بيلعب ناحيه اليمين، بعد ما سليف كلوبالي راح ناحيه الشمال ما شفناش سليف كلوبالي بالمظهر او بالشكل حتى نص القوه بتاعته لما كان بيلعب ناحيه اليمين. بص يا ميدو، المساكين بالتحديد الاثنين يعني كل تحركاتهم مرتبطه ببعض، عارف زي ما يكونوا يعني مربوطين باستك الاثنين. مهم قوي انك تتحرك على حسب التحرك بتاع المساك الثاني، سواء في التغطيه سواء في التليفون. استاذنك اخد كريم احمد عشان نطمن كل الجماهير الاهلاويه عن بعثه الفريق. كريم احمد اهلا بيك. احتياطي مين يا كابتن ميدو؟ البدايه وبرحب بكابتن الكبار في الاستوديو التحليلي كابتن محمد حشيش، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني. الاجواء هنا ان شاء الله كلها بتبقى صعبه للنادي الاهلي، فبالفعل وصل فريق النادي الاهلي الى استاد ادي صباقه قبل طلوع المباراه كان عاده بساعه ونصف، اعلن التسجيل طبعا كابتن ميدو زي ما انت عارف. انا احتياطي كمان عايز اتكلم عليه معاك، قول لي هو مفيش ومين اللي خرج يا كريم؟ تشكيل ثاني يا كابتن ميدو مع بعض. يلا تشكيل لفريق النادي الاهلي في حراسه المرمى شريف اكرامي، خط ظهر من اليمين للشمال كريم نبدو، محمد هاني، سليف كلوبالي، ايمن اشرف، في المنتصف عمرو السوليه، هشام محمد، احمد حمودي، اسلام محارب، وناصر ماهر، ومروان محسن. تمام. اتفرجت من القائمه البدلاء طبعا اتكلم عليهم ميدو جابر، حسام عاشور، علي معلول، محمد شريف، وليد ازارو، احمد فتحي، الشناوي وعلي لطفي، دول اللي كانوا متوسطين، دول طبعا ثمان افراد طلع منهم حسام عاشور يتبقى الشناوي وعلي لطفي اثنين حراس مرمى على دكه البدلاء. كانت احمد فتحي وازارو ومحمد شريف وعلي معلول وميدو جابر. بالفعل كان من المتاكد ان حسام عاشور يكون خارج القائمه وخارج التشكيل الاساسي نظرا لعدم تدريبه ودخوله في التدريبات الجماعيه ال 48 ساعه الماضيه، عنده كاس ما انت عارف يا كابتن ميدو في الانكل الملعب
سيء جدا بالنسبه للكرامبات، بالنسبه للانكل طبعا. يمكن ربنا ان شاء الله النهارده مع لعيبه النادي الاهلي والمباراه تخرج بدون اصابات على الملعب، الرطوبه يمكن عاليه جدا هنا كمان، نقص الاكسجين هنستمر بناكد عليه اكثر من مره، يمكن من خلال الاحاديث بتاعتنا احنا سواء احنا كاعلاميين او مع الجمهور مش عارف تتنفس كويس. بنحس بتجديد تنفس بشكل كبير جدا النهارده ان شاء الله، وتوفيق كبير كمان من الاكل طبعا بشكل تاني مع الدكتور هاني فكري المتخصص النفسيه، كان في بعض الاكلات كده تقدر تزود شويه نسبه الاكسجين ايضا كمان، بيحاولوا ان هم يهيئوا اللعيبه بشكل كبير جدا على هذا الامر، لان الحمد لله يمكن لعيبه النادي الاهلي كلها على اتم الاستعداد، الاستاد زي ما قلنا بيرفع 35,000 مشجع، لكن حتى هذه اللحظه نقدر نقول ان المواجهه كابتن ميدو من 4 ل 5,000 مشجع في فريق نادي جيبا بطل اثيوبيا في انتظار في جماهير هتيجي، يمكن الوضع كمان خارج الاستاد من خلال اسئلتنا طبعا ليه المسؤولين هنا في السفاره، لا في جماهير خارج الاستاد بيتواصلوا على الساده دي بابا الاستاد اللي قال المباراه، لكن باذن الله هو الجمهور مكتمل العدد في المدرج سواء عدم وجود الجمهور ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي عنده تحدي وعنده مهمه كبيره جدا، نعود ان شاء الله ونصعد في الدور ال 16 يا كابتن ميدو، انا معاك لو فيها الدور كابتن. يعني الجو دلوقتي عندك عامل ايه يا كريم تحديدا؟ معلش السؤال ده انا كابتن. الجو دلوقتي درجه الحراره في رطوبه في حر، يعني الجو دلوقتي الساعه دلوقتي 2 اعتقد عندك 3، الجو عندك عامل ايه؟ هي طبعا الساعه دلوقتي عندنا 3:05، لا في شمس يمكن قويه شويه، نسبه الاكسجين ضعيفه جدا يا كابتن ميدو، ده يمكن مفيش تنفس صعب جدا هنا، الملعب فوق شويه فوق الجبل ارتفاع كبير جدا، لكن الجو كجو ما فيهوش رياح ما فيهوش اي حاجه، الشمس مشمسه كبيره جدا طبعا في الاستاد، لكن بشكل عام الجو مهيئ بجانب الاكسجين، الجو مهيئ ان يبقى فيه اداء للتكتيك او اداء للجمل التكتيكيه، الملعب بس هو كابتن ميدو اللي هيبقى عليه عصر وهيبان طبعا خلال البث بتاع المباراه، ويمكن كمان لو بنقول هو الامر اللي هيعود في تقريبا النادي الاهلي وهيبان بشكل كبير هو موضوع الاكسجين، لكن الجو العام بشكل عام في الساعه 3 عصرا هنا بتظبيط اثيوبيا، لان يبقى الجو مقبول درجه الحراره من 21 ل 23، لا يعني الجو كعام اقول، لكن هو الامرين اللي انا اتكلمت فيهم دول يا كابتن ميدو بنتمنى ان شاء الله ما يعرفوش فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يبقى لنا فرحه باذن الله يا كابتن ميدو كالعاده عقب هذه المباراه. يا رب يا كريم. يعني احنا كنا بنتكلم مع ضيوفنا او نجوم الاستوديو التحليلي بنتكلم في طريقه لعب محمد يوسف، هل هي 4-2-3-1 كالمعتاد ولا هل هي 4-4-1-1؟ يعني من خلال التدريبات كنت شايف محمد يوسف بيفكر ازاي؟ والله يا كابتن ميدو يمكن من خلال التدريب الاول، التدريب الثاني كان في بعض الصحافه موجوده وبعض الناس كانت بتوضح كانت قاعدين شويه على التكتيك 4-2-3-1 هي اقرب طريقه لمباراه اليوم ده اللي احنا اكتشفناه من اول تدريب، اول تدريب كان بيحاول الكابتن ميدو يعمل بعض الجمل التكتيكيه، كمان كان بيقول للعيبه وبيوجههم الفرصات تبقى على العرض القريبه، هيتقال ايضا كمان النهارده في بعض التعليمات ان الفرصات من الاطراف ما تبقاش على البعيده القريبه، يقطع وليد اثاره لو متواجد، مروان محسن عدد الالات في نص الملعب لابد يكون قليل، اللعب على الاطراف يكون اكثر، الاشتراك بالعمق هيبقى صعب جدا لان الملعب سيء جدا يا كابتن ميدو بالنسبه لمنتصف الملعب، في مطبات كبيره جدا، لكن ان شاء الله هي 4-4-2 بكل مشتقاتها ان شاء الله باذن الله، التوليفه والتشكيله والتكتيك اللي اختاره الكابتن محمد يوسف النهارده ان شاء الله يكون في مقطعاتنا يا كابتن ميدو. الزميل العزيز كريم احمد شكرا جدا على هذه التغطيه المميزه كالعاده، شكرا جدا ليك يا كريم. كريم بيتكلم في نفس اللي بنتكلم فيه، الاجواء الاكسجين ارضيه الملعب السيئه، لكن قال حاجه جديده ان محمد يوسف بيطلب اللعب من على الاطراف مش من عمق الملعب، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع نجوم الاستوديو التحليلي. هنطلع فاصل ونرجع نتواصل مع نجوم الاستوديو التحليلي في تحليل هذه المباراه الهامه جدا للنادي الاهلي. حضراتكم من جديد لسه مستمرين معاكم في تحليل هذه المباراه الفني مع نجوم الاستوديو التحليلي. كابتن بلال، اول مره او يعني نادرا ما بنشوف اثنين حراس مرمى على دكه بدلاء النادي الاهلي، لكن عايزين نفهم الناس ليه اثنين حراس مرمى، وممكن محمد يوسف يستعين باحد حراس المرمى كلاعب ولا لا؟ ممكن في اصعب الظروف، في اصعب الظروف ربنا يعني ما يجيب ظروف. لا اعتقد، لا انت عندك ثلاثه، مين اللي بيلعب برجليه؟ يبقى صعب جدا طبعا. مين اللي بيلعب برجليه احسن، لطفي ولا الشناوي؟ بتهيألي الشناوي. الشناوي شريف إكرام جديدة دي جديدة جديدة. لكن الظروف حطتهم في الظروف حطتك في موقف صعب طبعا. الاصابات عند النادي الاهلي كتير، ودي من الحاجات السيئه يمكن اللي بتصادف النادي الاهلي، انت دايما عندك اصابات،
ما عندكش ما بتلعبش بفريق كامل خالص من بداية الموسم. يعني احمد فتحي اتصاب، هاني محمد هاني اتصاب، معلول يتصاب، شام محمد يتصاب، السلية يتصاب، عاشور يتصاب، عارف بيبدلوا يعني، فاهم قصدي؟ ما بتعرفش. ودي عامله خد بالك حاجه بقت تضحك، دي مريحه للعيبه مش مريحه للمدير الفني، دي مريحه للعيبه لما اكون انا بلعب واللعيب بتاعي بيتصاب انا بلعب اساسي ما عنديش مشكله. لكن بالنسبه للمدير الفني طبعا مأساة كبيره جدا طبعا. خد بالك المدير الفني في وقت من الاوقات هو محتاج هو يعدل ويغير، مش محتاج اصابات اجباريه بالنسبه له، هو محتاج يحط تشكيل بمزاجه مش مجبر عليه. لو شريف كمان قاعد من اثنين مش واحد يعني طبعا لو عملت اي حاجه في اثنين قاعدين بره اثنين على اثنين احتياط الله يكون طبعا في عون اي مدير فني. كم من الاصابات كبيره جدا، وده خد بالك بيرجع لحاجتين، المباريات الكبيره الكتير قوي اللي بره اللي ورا بعضها، والبطولات الكتيره اللي بيلعبها في النادي الاهلي. ومش بس كده، انت العالم كله بيلعب مباريات كتيره جدا مفيش مشكله، لكن لكن العالم كله بياخد فتره راحه كويسه صح يعني، واعداد كويس واعداد كويس. طب ما هو فتره راحه كويسه يبقى يعني انت بتعد كويس. انت النهارده مثلا الدوري الانجليزي ما هو في حاجه اسمها البوكسنج دي، هتلعب كل يعني بيلعبوا كل 48 ساعه ماتش سبت وثلاث، يعني بيلعبوا اكتر منك او حد اربعه، ولكن هو بياخد راحه اسبوعين ثلاثه راحه سلبيه، وبيبتدي موسم من اول وجديد، بيبتدي موسم فتره اعداد كبيره، بيبتدي موسم هو جاهز للموسم. لكن انت النهارده إيه؟ انت بتكمل الموسم في بعض، فمفيش لعيب في الدنيا يتحمل انه يلعب سنتين ثلاثه اربعه طيب. هو بيريح اجباري بس، بيريح مصاب ما بيريحش اختياري، ما بياخدش الاستجمام بتاعه اختياري، لا هو بيريح اجباري، اتصاب بيريح خلاص. بس انت بتتصاب بتقول لك الظروف اللي حواليك ما شاء الله يعني. الامور صعبه جدا فطبعا الله يكون في عون اي جهاز فني. وهو بيحط التشكيل بيبقى عنده نواقص كثيره جدا يعني. النهارده لما يبقى عندك مروان محسن بس المباراه اللي فاتت هو الوحيد اللي موجود في الملعب وعلى دكه، ما عندكش بديل تاني، فده صعب، امر صعب جدا بالنسبه للمدير الفني يعني. لو جاله شد، لو تعب، لو انت عايز تغيره، لو عنده باد لك سوء توفيق هتعمل ايه؟ بتفكر ألف مره قبل ما تعمل التغيير. فمشاكل كبيره جدا في النادي الاهلي. ان شاء الله نامل باذن الله تعالى ان شاء الله بعد شهر واحد باذن الله، بعد الانتقالات الجديده وبعد عوده المصابين للنادي الاهلي، يبقى القوام الاساسي والكبير للنادي الاهلي مكتمل باذن الله. اكيد لما يكتمل القوام تبقى الموضوع مختلف تماما يعني. اكيد كابتن حشيش محمد يوسف مد لشريف اكرام النهارده على اساس ان هو خد مباراه الذهاب وعارف تمام. على الاقل يعني شايف اللعيبه وشايف تحركاتهم، اعتقد ان هي حاجه كنا متوقعينها. كنت متوقعها ولا كنت متوقع انا توقعتها للاستوديو اللي فات طبعا. الشريف هو اللي يبدا، الراجل ماشي في الملعب طبعا، فلازم بيكمل يعني. عمليه برضو التغيير انا مش حته التغيير في حراس المرمى بالذات كتير يعني، اللي يلعب بيمشي شويه الا اذا كان بقى حاجه غير طبيعيه لا قدر الله اصابه او مستوى بقى دروب في المستوى فممكن يلعب البديل. هو النهارده حتى التشكيل الاحتياطي اللي موجود هتلاقي الفعل اللي يقدر يتحرك فيهم هو ازارو وميدو جابر ومحمد شريف. لان لو قلنا ان فتحي ومعلول احنا ما ينفعش ان احنا حتى لو هم سلام 100% ما ينفعش يبدا بيهم في الاجواء اللي هي ملعب صعب وراجعين من اصابه وطبعا نقص اكسجين وكلام يعني اجواء صعبه. ما ينفعش واحد راجع والله عارفه يا سمير ما ينفعش واحد يبقى راجع من لعبت عليه قبل كده ايه لعبت عليه انا لعبنا عليه قبل كده في السوبر سوبر افريقيا مش كده ما ينفعش ان انت طبعا تجيب لعيب راجع من اصابه حتى وان كان يعني اكتمل شفاءه انك تنزله في الاجواء دي، الاجواء طبعا صعبه. فهو انت عندك بس ثلاث تغييرات لو مش الامور طبيعيه يعني، ميدو جابر، ازارو، محمد شريف. حتى لو لا قدر الله حد من الديفنس ممكن اتصاب اعتقد برضو انه مش هينزل الشناوي جاهز الاثنين الشناوي جاهز. الشناوي اصلا بحب يطلع على طول يعني اصلا هيبقى التغييرات من جوه الملعب يعني. حتى لو لا قدر الله الديفنس بس هو اكيد برضه يا كابتن حشيش بدل احمد فتحي وعلي معلول دخلوا اكيد يعني نسبه شفاهم الحمد لله 100% طبعا انا معاك يعني من الصعوبه جدا انك تحطه من بدايه المباراه طبعا. انت كده حتى بتخسر تغييره انك انت طبعا. ممكن بعد نص ساعه بعد الشوط اللياقه البدنيه غير الاصابه كمان طبعا. يعني هتقدر تخرجه فانت بتخسر تغيير، لكن بيبقى معاك ورقه رابحه ممكن تستعين بيه في هذه الظروف ممكن يعني. تلت ساعه 20 دقيقه 15 دقيقه 30 دقيقه اقصى حاجه ممكن يستعين بيه، بس بدل دخل اكيد نسب شفاهم لا. انا بكلمك لو لا قدر الله مثلا حد في خط الدفاع يعني حصل له حاجه في بدايه هتضطر تنزله ولا هتغير من الملعب نفسه. ممكن عندك اسلام محارب تحطه باك ليفت وتدخل ايمن اشرف بالظبط ده اللي انا اقصده نقطه حسب توقيت المباراه ممكن علي معلول تنزله
يعني ان شاء الله ما نحتاجش الكلام ده حسب العنصر اللي بيتصاب مين وحسب مين. انت عندك في الملعب هل هو هدف هدف بقى بك بدري يا كابتن ميدو خلص الدنيا دي كلها يخلص الدنيا يريحك يريح لك الدنيا كلها حتى انت لو عايز تلعب علي معلول حتى احمد فتحي تلعبه في اجواء كويسه وانت كسبان الدنيا تبقى مرتاحه يقدر ينزل يشتغل ياخد احساس الملعب بس ولا الاجواء بصراحه لا الاجواء صعبه لكن خلينا اكلمك على الجزئيه اللي دايما بتتكلم عليها اسامه كوليبالي وايمن اشرف والثوره الدفاعيه اللي بتحصل كل ماتش هل هي فعلا عشان عدله كوليبالي ولا هو كوليبالي مستواه نزل شويه ومحتاج يرجع بسرعه ولا عدلته فعلا مأثره عليه كوليبالي بدا مع النادي الاهلي بدايه يعني بص رائعه اول ما جه في لعيب بياخد محتاج وقت طويل عشان ينسجم وحته الانسجام ويدخل وسط الفرقه لعب مباراه في دخل على طول على لو دخل وايه كمان وسجل وسجل في مباراة في الدوري صحيح. المصري بالزبط. وسجل في بطولات افريقيا لا يعني وظهر بمستوى كويس جدا كان وقتها الحاله بتاعت النادي الاهلي كلها حاله اللعيبه شايله كلوبالي فدخل بسرعه حتى كارتيرون اداله بسرعه ده بالعكس اسامه بالعكس لا. اول ماتش دخله كوليبالي كنت انت خسران ظروف صعبه كان ظروف صعبه لا ظروف صعبه بس كان عندك اللعيبه كان وقتها اجاي موجود اتصاب في المباراه دي وخرج كان عندك وليد ازارو يعني بيأدي اداء رائع كان عندك حسام عاشور الفرقه كلها ما كانش فيه نسبه الاصابات الكبيره دي فظهر بمستوى كويس بعد كده حصل دروب بقى في المستوى خاصه مع مباراة الترجي النهائية هناك في أنا مصمم في لما بدأ يلعب ولا يا جماعة المقولة اللي بتقول ارتباطه بالمدرب بس المفروض هو لعيب محترف دخل بسرعة يعني دي ما تبقاش يعني أنت كابتن محمد كنت ممكن تلعب ناحية اليمين كمساك ومن ناحية الشمال كمساك مش هتفرق معاك بص اللي بيلعب في الحتة دي مفيش حاجة اسمها يمين وشمال صح خالص انت يعني 3 4 4 2 ولا 3 5 ولا 5 3 5 2 كنا انا بص احنا كنا بنلعب يعني بورك الشاش ايوه ليبرو انا كنت بلعب ليبرو ما بلعبش مساك دي طريقه تنجح اي سيرت باك في العالم يا كابتن لا بس انا مختلف معاك يا كابتن مختلف معاك في مساك يلعب يمين وشمال دي مختلف معاك بص الجمعه لما كنت بتدي ناحيه شويه الجمعه ما كانش بيعرف ناحيه يلعب يا ميدو انت في حته عمليه التحضير اللي بيساعد النادي الاهلي ايمن اشرف لما بيبقى على عدلته ناحيه الشمال اول ما بتجيله بيدوس على طول وبيزودك في الحته دي في يشتغل مع الباك ليفت او يطلع الباص مظبوط من تحت وانا بكلمك بقول لك على وقفه كلوبالي وهو واحنا بنحضر الوقفه غلط فعامل لك مشكله دايما وهو بيستلم من محمد هاني ظهره لايمن اشرف يبقى كده الوقفه غلط عدلته غلط يبقى العدله يبقى الوقفه غلط النهارده العدله وانا واقف لازم ابقى واقف بجنب شايف محمد هاني وشايف الملعب وممكن اشوف ايمن اشرف يبقى انا كده واقف صح تمام. لما بتجيلي بس الصراحه ما ينفعش تعدي عليها حتى لو الرؤيه غلط. الرؤيه يعني الرؤيه أكبر. التمركز بتاعه يبقى وحش بص ميدو في لا ما هي دي نقطه مهمه طبعا يعني ده دي في اساسيات الكوره في الحاجات الثانيه برضه يا كابتن حشيش ما احنا اذا ما بنتكلم عن سلبيات سليف كلوبالي او الحاجات الناقصه لازم نتكلم عن نقطه ايجابيه مهمه ليه الكرات العاليه النهارده الكرات العاليه اللي بتجيلك في عمق الملعب ممكن جايه هو بياخد الكلام ده كله الحاجة الثانية الكرات الهجومية النهاردة هو بيعمل لك فارق لما يبقى ليك كرة ثابتة هجومية سواء كرة ثابتة أو ركنية لا بيعمل لك خطورة وبيطلع وخلي بالك خطورته ما بتبقاش على العرضة البعيدة يعني أنا بشوف كرة تتعمل على العرضة البعيدة وهو يروح مدخلها تاني طب ليه ما أنا تتعمل على العرضة الأولى ويقطع يبقى فيها الخطورة بالظبط كده صحيح هي دي خطورة سليم عايز تقول حاجة؟ عايز أقول لك إن يعني زمان أيامنا كان الموضوع مختلف شوية كان في ليبرو وكان في مساك مع راس الحربه في اي حته يعني كان الراجل الليبرو ده ما بيمسكش الا لو قابل بقى حاجه جايه زياده برينز عدديه كان برينز الليبرو زياده عدديه بس كان عنده برضه حاجه منطقه وبعدين في الاهلي كمان ما فيش حد هيجي لك دلوقتي بس انت خلي بالك برضه ميدو ما هو الليبرو كان ماسك المنطقه اللي ورا دي كلها في التغطيه وكان بيطلع برضه للزيادات وبعدين كان بيكمل لنص الملعب كابتن حشيش كان في حد بيهاجمكم اساسا يا كابتن بجد انا معاك انا كنت بطلع ساعات من الماتشات مش عرقان ايوه بكلمك جد ايوه وبعدين عايز اقول لك واحد يعني ممكن يا جماعه بس يعني اشترك معاكم شويه الفتره استاذنك ممكن الفتره ميدو اللي انا كنت بلعب فيها كنت اوصل لغايه نص الملعب طبعا وعايز اكمل بس حاسس ان انا لو ما عنديش دم لو كملت عايز بقى عايز تلعب ما في قدام مين؟ الكابتن الخطيب وكابتن مصطفى عارف اقول لك فين يا جماعه؟ طاهر ابو زيد مش هسمحوا لك انك هروح فين؟ تخيل انت بقى راح تعمل ايه؟ يعني فتروح عاملها كده ونفسك نفسك حاضر وعايز نفسك حاضر وعايز تكمل وتروح عاملها لواحد جنبك كده واقف مستني يعني عارف ازاي؟ فهي طبعا تغيير كان يعني ظروف ومفاهيم وطرق لعب طبعا دلوقتي طبعا وطموحات المدربين المنافسين ليك
دلوقتي عايز يكسبك وعايز يلعب المساكين دلوقتي في الموضوع الترحيل لما بتلعب في المنطقه بتاعتك اذا كان زي ما انت بتقول يمين او شمال وبترحل دلوقتي بيعملوها بقى ايه اللي بيلعب يعني مش لازم يكون اشول يلعب ناحيه الشمال بس اللي بيلعب برجله الشمال احسن ما في خلي بالك ناس الموضوع الشمال ده مع بعض. زي ما احنا كنا نسميها بتاع دبرياش دي ما بتتحركش انت فاهم ازاي فكان بيلعبوا واخد بالك اللي يقدر برضو لان انت لو بتلعب مساك ناحيه الشمال او اسامه بلال لازم هتاخد الكره كده وتلعبها بشمالك يعني في ظروف لازم هتعملها كده ففي ناس ما كانتش في الحته دي خالص بالظبط اضطر يلف وممكن لو لف ده بقى تتخطف ولا حاجه بالظبط ميسي كان عندنا ميسي هاي بس مين لا هو بقول لك ايه احمد السيد كان هو اللي ملوش حل وائل جمعه ناحيه اليمين او شادي محمد وتلاقي احمد السيد ناحيه الشمال احنا صدقنا ان هو مش راضي ابتدى كوره واعتزل وانا ما اعرفش كان بيلعب باليمين بالشمال هو اقنعنا ان هو بيلعب بشماله بس هو بيلعب بيمين بشمال لكن كتر التعود يخليك تلعب برجلك طبعا انت عارف لو جات لك اصابه لا قدر الله مثلا في رجلك اليمين لما تنزل الملعب تلعب بالشمال تلعب بالشمال هتلعب برجلك الشمال كويس بس النقطه دي يعني في نقطه مهمه جدا بالنسبه للاثنين السنتر باك قول لي النقطه المهمه انت بتلعب في انهي نادي وايه المتطلبات منه؟ الانديه الصغيره يا كابتن دايما بتبحث عن اللعيب المدافع فقط لا غير. صحيح. الانديه الكبيره بتدور على لعيب مدافع ومهاجم يقدر يصنع هجمه يقدر يبني هجمه يقدر يكمل مع يعمل لك كثافه مع الثلاثه في نص الملعب بالظبط كده مفتاح مهم كمان مديرين فنيين كتير جدا بيشتغلوا على الاثنين سنتر باكس ان هم يكملوا يبقى هو ده اللي بيكمل وبيروح لحد ال 18 ويجي مثلا واحد من اثنين نص ملعب سواء اذا كان هشام محمد او انا بتكلم عن مباراه النهارده او مباراه عامه يعني واحد من نص ملعب هو يكمل ويرجع في الحته دي يعمل الكفرنج مكان فالنهارده اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي والانديه الكبيره اللي متطلبه ان هي تعمل واجبات هجوميه مهم جدا يكون لعيب كوره مش مهم بس طالما انت بتلعب غير ريبو كمان المدير الفني عنده فكره طبعا ان هو يعمل كده خلاص في حته كمان يا ميدو بس هو يساعده كمان يعني انت مهم جدا كمان اللي بيبقى طالبها قوي المدرب اللي هو بيلعب من تحت زي الراجل بتاع مثلا دجله ما بالظبط تخيل انت اثنين مساكين هم اساس اللعبه من تحت مع حارس المرمى يكون واحد فيهم بيتخض ولا ما بيلعبش برجله هو ده عايز يلعب استحاله يلعب هو لسه بلال هو ده مش هيلعب ازاي بتشتغل من تحت طبعا يعني خد بالك الفرق الكبيره مش اساس لعبها اللونج باس اساس لعبها انك بتمسك كوره على الارض وبتشتغل وبتحضر يعني بص مانشستر يونايتد ولا ريال مدريد ولا برشلونه الاثنين اللي موجودين في القلب دول هم دول اللي بيبتدوا اللعب هم دول اللي بيبتدوا عمليه التحضير صحيح. لازم يبقى عنده سرعه بديهه لازم عنده سرعه في اللعب لازم عنده كره لعب كويسه كرة. لعيب كوره كويس بحيث أيوه انه يبدا يشتغل ممكن يعمل لونج باس ما هو لو مش لعيب كوره كويس طبعا لو دخل بقى خلاص للفرقه الثانيه على طول لو لعيب كويس هتلاقي اللونج باس بيروح في مكانه مظبوط وترد عليه بقى خلاص انت رسالته طيب فالنهارده مطلوب في الحته دي للفرق الكبيره اللي بتحضر اللعب اللي بتشتغل من رجل لرجل ان الاثنين اللي موجودين في القلب دول يكونوا لعيبه كره كويسين صحيح. وكل واحد بيلعب على عدته كل واحد يلعب على عدة زميله مش هتفرق المهم صحيح. يبقى فارق معاه ان هو لعيب كره كويس قوي مش موجود. يعرف يعرف يحضر كويس أو يعرف يحضر بشكل كويس جدا النقطه الثانيه في كوليبالي مشكله الانديه الكبيره فان هي دايما معرضه للكاونتر اتاك معرضه للسبيد اتاك بالظبط فالنهارده حته السرعه دي برضه فرق كتير جدا حتى طبعا. السرعه دي بتتوقف عليها يا كابتن انك الاستوبر او السنتر باك اللي بيلعب معاك يبقى فاهم الحته دي كويس جدا طبعا. يبقى دايما بيغطي عليك طبعا. ما ينفعش يبقى دايما الاثنين بيلعبوا في حته واحده يعني على الخط واحد منفعش. لازم يبقى واحد ياخد الخطوه بالظبط واحد بس بيتقدم والتاني بيبقى بيعمل عمليه الكفرنج كانه ليبرو تمام بالزبط. خاصه ان انت ما بيلعبش عليك اثنين راسين حرب بيلعب عليك واحد بس وانتوا النهارده اثنين فواحد يبقى بيمسك او بيراقب والتاني بيبقى بيغطي بالزبط. الحته دي ما شفناهاش بقى لنا فتره في النادي الاهلي كذلك برضو حته يعني بالنسبه لكوليبالي يمكن شفنا الهدف اللي جه الاولاني اللي جه في الترجي هناك عنده حته الترنات صعبه عشان الطول فاحيانا برضو انت بتبقى محتاج والسرعه بتبقى محتاج السبرنت القصير في ال 18 دي مهمه قوي لان ممكن واحد ياخدك واحده سريعه تتلعب من وراك لازم تلف بسرعه وتقدر تطلعها هو عنده الحاجات يمكن على المسافات الطويله بيقدر شويه البرجل شويه بيساعده انما الحته الصغيره بتاع السبرنتات الصغيره دي صعبه بالنسبه له اسامه دخلنا في دماغ المدير الفني لفريق جيما الاثيوبي انا بس قبل ما ندخل بقى على جيما الاثيوبي عايز برضو زي ما احنا بنتكلم عن اثنين ثنائي مهمين جدا سليف ومحمد هاني في اثنين ثنائي مهمين جدا النهارده لو فايقين تقدر تمسك يعني زمام الامور في الملعب عمرو السوليه وهشام محمد اثنين النهارده عمليه الاستحواذ والتدوير الكوره والسيطره على الكوره الاثنين فايقين والخطوط قريبه ما بينهم تقدر تمسك بقى وتتحكم في رتم المباراه وتقدر تشتغل عن طريق ناصر ماهر انه يقدر يعمل البينيات بقى لمروان محسن واحمد حمودي واسلام محمد فالاثنين النهارده
التمركز بتاعهم دايما يعني التقارب بتاعهم في الخطوط مهم جدا. المباراة الأولى كنا بنشوف عمرو السولية دايما بيكمل رجليه واخداه وداخل في ال 18 بيكمل في الكرات الهجومية. النهارده هنشوف دي قليلة شوية، هيسيب دي ممكن الحرية لنصر ماهر، لكن التمركز النهارده لعمرو السولية وحسام وهشام محمد مهم جدا. فرقة جيما أكيد يعني فرقة اتغلب اتنين في مصر، أنا شفتهم يعني كفرقة، لا فرقة كويسة، لعيبة عندها سرعات بينقلوا في نص الملعب، عندهم الريتم السريع. الشوط الثاني كانوا مستحوذين في وقت يعني اوقات كتيره من المباراه، لكن الخطوره كانت والفرص للنادي الاهلي. النهارده ممكن على ما اعتقد مدرب جيما السوبي يبتدي المباراه، ممكن النهارده زي ما بقول لك مامادو سيدي بيه ده رقم 7 هداف الفريق 3 اهداف، الفريق 3 اهداف ده ما ابتداش وخده خلاه عنده ورقه رابحه عنده على دكه غريبه شويه استعان بيه في في الشوط الثاني. النهارده ممكن يكون يعني وقاره المهاجم مع مامادو سيدي بيه، لسه ما يعني نشوف التشكيل، ممكن يستعين بالاثنين من الاول. عندهم الخطوره برضو رقم 12 ليبري ده الجناح الايمن ده 29 سنه، لعب قبل كده في الترجي سنه 2011 وهو اللي ظهرت خطورته كلها في المباراه الاولى. هم دايما بيستعينوا بالباص الصغير والسرعه انها تتعامل في ظهر سليف كلوبالي. النهارده لازم سليف كلوبالي، لازم ايمن اشرف يعني يكون ضامن كويس في لما احنا ما بتكونش معانا كوره، لازم يكون قافلين قلب الملعب كويس وتسيب الاطراف مفيش مشكله. النهارده لو رحت على الطرف ممكن ايمن اشرف يرحل يبدا يروح ويقابل من بره، لكن عندهم هم سرعه الاختراقات من القلب دي شفناها في الفرصه اللي ظهرت ليهم اللي اتحطت في ظهر سليف كلوبالي. دي مهمه جدا النهارده انك انت دايما تضغط عليهم في نص الملعب، يعني ما سيبلهمش المساحه انه يشتغلوا فيها. هو هيقابلك هل هو هيقابل النادي الاهلي ضاغط؟ طيب هيقابل النادي الاهلي يستغل الارض والجمهور نقص الاكسجين بحيث ان هم متمرسين اساسا يعني بلدهم واجواءهم، هيقابلك ازاي؟ ده اللي بكلمك فيه. طبعا لو انا انا مدرب الفرقه الثانيه هنزل ضغط من اول دقيقه، عايز اعيط مش هعمل حسابات ان انا ممكن يجي فيها جول. لا انت ايه جول النهارده؟ هو النهارده لا قدر الله لو جاب هدف من بدايه المباراه، لا ده دخل في المباراه مره ثانيه. فهو النهارده ممكن تنزل تلاقيه من اول دقيقه بيعمل ضغط عليك عالي من فوق. والنهارده برده مهمه التحضير، النهارده ما ينفعش ان انا سليف ومحمد هاني ظروف الملعب والاكسجين ان انا ابدا احضر في اماكن خطر، لا ممكن لو انا معليش ضغط انقل احضر، لو في عليا ضغط انقل الكره في حتت بعيده عن مناطق الخطوره، ممكن على الطرف عند حمودي، ممكن عند اسلام محارب، ممكن ما فيش مشكله في وقت من الاوقات لازم تعملها لمروان محسن الكره الطويله. بس النهارده الحاجه برضو المهمه في الملعب دوت الكره الثانيه، دي مهمه جدا للنادي الاهلي. الكره الثانيه وانا بحضر واتزنقت وبعمل الكره الطويله لمروان محسن اللي هو بيجيد انه يشتغل فيها بدماغه، ما ينفعش النهارده احمد حموده الاقيه فاتح على الخط ولا اسلام محارب فاتح على الخط. طب مين اللي جاب الحته الكبيره دي؟ مين اللي اشتغل فيها؟ النهارده لازم دور مروان محسن وهو بيشتغل في الكرات العاليه، لازم احمد حمودي يقرب، لازم اسلام محارب يقرب، تحتيه ناصر ماهر، واحد بيجري واحد تحتيه عشان الكره الثانيه. النهارده دي لو انت خدت الكره الثانيه تقدر تشتغل ثاني في النواحي الهجوميه وتبدا تنقل فرقتك بسرعه من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه. دي نقطه مهمه جدا. اكيد النهارده مدرب جيما هيبدا ضاغط زي ما بقول لك كابتن ميدو، وعنده عناصر الخطوره اللي هو مامادو سيدي بي رقم 7 12 ليبري، عنده وقاره ده برضو المهاجم ده، يعني دول عناصر الخطوره عنده. لكن ممكن يشتغل من ظهر الياس طوارا رقم 14 الباك ليفت، ويقدر النهارده احمد حمودي يشتغل في ظهره كتير لو راح على واحد على واحد يقدر يعدي منه. شفنا احمد حمودي لما اشتغل في المباراه الاولى في اوقات كتيره من المباراه كان بيوصل وكان بيروح ويعمل بالعرض. شفنا ناصر ماهر راح من الحته دي وعمل بالعرض لمروان محسن، لكن لما اروح بالعرض بقى ماليش مروان محسن لوحده، لازم مروان محسن قطع على الاولى، لازم اسلام محارب لازم يكمل في الحته دي، لازم ناصر ماهر يبقى قافل على 18 يبقى عندك شكل هجوم. ما ينفعش طول المباراه اعتمد ان انا واقف ورا والعب على واحد، لا لازم يبقى ليك برضه شكل هجوم. تمام. في نقطه ميدو مهمه جدا، زي ما انت بتدرس المدير الفني عندنا محمد يوسف بيدرس الفرقه الثانيه، الفرقه الثانيه برضو بتدرسك، عارفه زي ما انت عامل حساب لعامل الجو والملعب والجمهور، هو عامل حاطط في اعتباره العوامل دي لصالحه لان هو متعود على الملعب ده، متعود على الجو ده، فهو لازم يبغتك من البدايه ان هو يضغط عليك من البدايه واستغل العامل الجو بقى لصالحه، عامل الاكسجين والحاجات دي اللي متعود عليها لصالحه. فدي مهمة جدا جدا ان هو يبدا ضغط عليك بلال، لسبب لان هو عارف ان المباراة دي مفتاحها
هو لا قدر الله يجي فيك هدف في البدايه. مظبوط في البدايه هو ده اللي هيدخله في اللقاء. وبعدين هو ممكن يكون عامل سيناريو تاني خالص برضو ان هو الهدف الاولاني دخله في اللقاء بيلعب لغايه اخر لحظه على هدف تاني يلعب ضربات جزاء. هو اقصى اعتقد ان ده يعني اقصى طموحاته ان هو يلعب ويفكر في ضربات الجزاء، لان ضربات الجزاء بالنسبه لك وبالنسبه له ايكوال. اه طبعا. فهو الضغط من البدايه استغلال القصه دي، الخضه الاولانيه بتاعت كرشه النفس من البدايه. كلنا عارفين كرشه النفس في اول 10 دقائق، لو حد عمل سبرنت من اي يعني اي لعيب عمل سبرنت في البدايه بيحصل كرشه نفس. هو برده ممكن يكون مستغل الحته دي ان هو يحرز الهدف الاولاني اللي هيدخله في اللقاء ويقدر يوصل للهدف اللي هو عايزه. اكيد. وهنتكلم برضو اكتر واكتر عن ازاي محمد يوسف يقدر يسهل هذه المباراه على فريق النادي الاهلي وعلى جماهير الاهلي اللي اكيد هتستنى هذا او هذه المباراه بفارغ الصبر. خلاص يعني بنتكلم في اقل من 40 دقيقه من دلوقتي، ان شاء الله النادي الاهلي يجتاز هذه المباراه. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع نجوم الاستوديو التحليلي في تحليل الفني لهذه المباراه. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني بلال، مسؤوليه كبيره مع محمد يوسف. محمد يوسف عايز يسلم الفريق والدنيا جميله جدا، مطلع النادي الاهلي لدور المجموعات. ازاي يسهل المباراه النهارده قوي على نفسه؟ ما فيش. وانت كمدير فني خلاص انت لعبت قدام الفرقه المباراه اللي فاتت وقدرت تكسب 2-0 ويعني وصلت للمرمى باكثر عدد من الاهداف. النهارده في المباراه اللي بعد كده زي ما اتكلمنا وكلنا اتكلمنا في بدايه الاستوديو، قلنا ان النادي الاهلي مطالب النهارده انه يعمل حاجتين، ان هو يستحوذ النهارده بقدر كبير على المباراه. تمام. لما بتستحوذ على المباراه بتدي يعني خد بالك بتضعف امال الفرقه اللي قدامك. يعني دايما طول ما الكوره معاك الفرقه اللي قدامك عندها مشكله كبيره جدا. ان هي الاول تقطع كوره، ثاني حاجه ان هي ازاي تبني هجمه ثانيه. فدي نقطتين مهمين جدا. عشان كده قلنا وهو بيبني الفريق النهارده وهو بيحط التشكيل النهارده هو كان بيفكر بشكل كبير جدا ازاي ان النادي الاهلي يبقى معاه الكوره اكبر وقت ممكن، ازاي الاهلي يقدر يستحوذ على الكره اكتر وقت ممكن، ازاي النهارده الكره هتكون في رجل لعيبه النادي الاهلي، ازاي النهارده هو اللي يبتدي يبني الهجمات، ازاي النهارده هو اللي يبتدي يدور الكره. تمام. بحيث انه يخلي فريق جيما هو بيدور انه ازاي يقطع الكره من لعيبه النادي الاهلي. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ازاي بعد كده تقدر تسجل هدف. هل عندك العناصر تقدر تبني بيها هجمه تسجل بيها هدف؟ النادي الاهلي عنده كريم نيدفيد وايمن اشرف، الاثنين مميزين جدا في حته الاطراف. المباراه اللي فاتت شفنا ايمن اشرف اكتر من فرصه من ناحيه الشمال بيروح وبيوصل لل 18. كريم نيدفيد عمل اسيست رائع جدا الهدف الاول، يمكن هو الكره كانت من بدايتها مع كريم نيدفيد وبعد كده هو اللي سجلها وحطها في العارضه وكملها ناصر ماهر. فالنهارده عندك طرفين يقدروا يبنوا هجمه، طرفين يقدروا يوصلوك للجول بشكل كبير جدا. حمودي المباراه اللي فاتت الشوط الاول كان رائع جدا، عمل اكتر من كره عرضيه كانت متقنه بشكل كبير جدا، كان ممكن يسجل منها مروان محسن اهداف. ناصر ماهر النهارده واسلام محارب برضو لاعبين اللعيبه الجيده جدا. ناصر ماهر كان سجل هدف المباراه اللي فاتت وكان اداؤه رائع جدا. فالنهارده الاهلي عنده كل المقومات انه يقدر يطلع كسبان. فريق برضو خلينا نحط الفريق في وضعه الطبيعي، فريق مش كبير بالنسبه للنادي الاهلي خالص، امكانياته مش كبيره بالنسبه للنادي الاهلي. بتتكلم على ملعب، بتتكلم على اجواء حره، بتتكلم على الحاله البدنيه لعيبه النادي الاهلي، بتتكلم على الحاله كمان بتاعه لعيبه داخل المباراه النهارده حالتهم النفسيه كمان. لكن لما نعمل مقارنه ما بين الفرقتين لا، الاهلي في حته ثانيه مختلفه خالص. الاهلي يعني وصيف الدوري الافريقي والبطوله الافريقيه اكيد اكيد اكيد. الجيم عامل حساب بشكل كبير جدا، اكيد متخوف وقلقان من النادي الاهلي. بس يهمني النهارده البدايات، بدايه النادي الاهلي في المباراه. هل البدايه النهارده هتبقى بلعب زون ديفنس وبسيب الفرقه تحضر وتشتغل وابتدي اقابل من نص ملعب، ولا هل البدايه النهارده ان النادي الاهلي هياخد المبادره وابتدي هو اللي يهاجم، هو اللي يبتدي يدور على الهدف الاول، هو اللي يبتدي يحط الضغط على فريق جيم؟ هو ده المطلوب من النادي الاهلي النهارده. بدايه اللقاء مهمه جدا يا ميدو، ان الاهلي يبتدي بدايه قويه النهارده في المباراه. أكيد. هتسيب الفرقه الافريقيه، هتاخد ثقه عليك، هتبتدي روح على الجول، هتحطك تحت ضغط، الاجواء عندهم، الجماهير عندهم، الملعب لصالحهم، هتبقى مشكله كبيره للنادي الاهلي. فالنهارده مهمه جدا انك تبتدي صح. تمام. ده سياده السفير اسامه عبد الخالق سفير مصر في اثيوبيا والسيده حرمه اكيد بيحضروا عشان يأزروا النادي الاهلي في هذه المباراه. اسامه، فعليا محمد يوسف بيمتلك ثلاث حلول على دكه البدلاء، ازارو، ميدو جابر، ومحمد شريف.
فعليا وميدو جابر ومحمد شريف مع اتنين حراس مرمى مع اتنين راجعين من الاصابه لسه فتحي ومعلول، لكن فعليا هم ثلاثه بس اللي ممكن يستخدمهم النهارده فيهم. ميدو جابر كمان كان المباراه اللي فاتت حالته المعنويه مش عاليه قوي، بس هسمع اجابتك بعد ما اخد هذا الفاصل ونرجع نتواصل مع نجوم الاستوديو التحليلي. اهلا بحضراتكم من جديد. كنت قبل الفاصل بسال كابتن اسامه حسني عن اختيارات محمد يوسف من على دكه البدلاء. عنده ثلاث اختيارات بس يا كابتن اسامه، زي ما قلت لهم ليك ازار وميدو جابر ومحمد شريف، دي الاختيارات الفعليه. عنده معلول وعنده فتحي اثنين لسه راجعين بالاصابه صعب قوي يدفع بيهم، وعنده اثنين حراس مرمى. اول حاجه لازم برضه نشيد بالكابتن محمد يوسف، يعني تولى مدير فني مؤقت للنادي الاهلي في وقت صعب وفي ظروف صعبه بعد خروج من بطوله افريقيه وخروج من بطوله عربيه، وبدا يمسك الفرقه وعندك اصابات كبيره جدا وعندك مرحله مهمه لازم تعديها. لما توصل يناير ان شاء الله يبقى تقدر بالتدعيمات الجديده برجوع المصابين انك تقدر تسعيد عافيتك مره ثانيه. فتولى في ظروف صعبه، كانت اول مباراه ليه المقاولين، المستوى تحسن لكن تلقيت خساره عكس السيناريو المباراه. بعد كده بدات سلسله الانتصارات على بتروجيت الجونه طلع الجيش النجوم، ودي خطوه مهمه جدا علشان بطوله الدوري انك ان شاء الله تمام. يعني تنافس فيها. مباراه جيما الاولى يعني كانت خطوه مهمه جدا ان احنا نكسب اثنين ان شاء الله تكمل النهارده بوصول النادي الاهلي لدوري المجموعات. زي ما بقول لك كابتن محمد يوسف ما عندوش خلاص، هو يعني السبعه اللي على دكه البدلاء اثنين منهم حراس مرمى الشناوي وعلي لطفي، يعني ان شاء الله يعني ما نستعينش بحد بيهم عشان بس الناس ما تفتكرش ان هو عنده حلول وان احمد فتحي ومعلول، وانت فاهم الحاجات دي معنويه ودكه جامده وكلام من ده يعني معنويا. بس الفني لما يبقى عندك دكه وتقدر تختار وتقدر تحط تشكيله وتطلع ناس بره سكور، القماشه عندك واسعه. لا هو القماشه عنده النهارده يعني بيتحرك فريد ازارو في ميدو جابر في محمد شريف. التغييرات لو الطور ممكن تبقى تغييرات داخليه داخل الملعب، لكن انا يعني برضو رؤيتي دخول احمد فتحي دخول علي معلول معنويا أكيد ونفسيا للاعيبه ده مهم جدا للجهاز الفني معنويا، لما يبقى عندك حتى لو انت ممكن ما تستعينش بيه بدايه المباراه لكن عندك حاسس ان عندك دكه قويه بقى. اكيد ومرعب للفرقه الثانيه اكيد هم طبعا. عارفين احمد فتحي عارفين علي معلول، لكن قول لي محمد يوسف توقعاتك الشوط الاول هيبداوا ازاي بسرعه؟ محمد يوسف لا انا اتمنى ان شاء الله ما يبقاش احنا في تراجع في ورا ونلعب الناحيه الدفاعيه، لا يعني اتمنى يبقى عندك ضغط عالي بدايه المباراه، يبقى عندك ضغط في نص الملعب، وتقدر يبقى زي ما كان كابتن بلال بيقول البدايه مهمه جدا جدا جدا. تمام كابتن حشيش. طبعا يبدا ضغط بس مش ضغط من قدام قوي عشان برضو الظروف الجو وكده السرعات والسرعات والسبرنتات وتوزيع الجهد مهم قوي على اللعيبه. وتوقعات المباراه دي بصراحه يعني حاسس انها ممكن تطلع درون ماتش نتيجه الاجواء. المهم نطلع نطلع الدور الثاني يعني ان شاء الله ان شاء الله نطلع الدور الثاني. يعني المباراه مش هتبقى مفتوحه، المباريات المفتوحه بتبقى سهله بالنسبه للفرق الكبيره زي النادي الاهلي. تمام فرقه هتهاجمك فبالتالي عندك مساحات داخل الملعب، مش زي المباراه اللي هنا كانوا بيلعبوك زون ديفنس وبيحاولوا انهم يلعبوا على الكاونتر اتاك. لو استغلينا ان الملعب مفتوح بالنسبه لنا وقدرنا نبني هجمات صح بشكل كويس جدا ونستغل كل الهجمات اللي هتتاح للاعيبه النادي الاهلي والفرص اللي هتتاح، المباراه ممكن تخلص لصالح النادي الاهلي ونكسب فيها. لو كان الموضوع خلص 4-5 ما كناش هنتكلم الكلام ده، ما كناش هنبقى قلقانين شويه. لا خالص ما كناش هنبقى قلقانين، وخد بالك الفرقه الصغيره فرق مرعبه. ما بالظبط ما بالظبط، احنا مش عايزين بس نخوف الناس، ان شاء الله النادي الاهلي ينهي هذه المباراه ان شاء الله بفوز، وان شاء الله يبقى فوز كمان ومقنع وكل اللعيبه تستغل الفرص زي ما نجوم الاستوديو التحليلي بيقول. روحوا واتفرجوا على الماتش وان شاء الله ارجعوا لنا بعد الماتش، اكيد هيبقى عندنا كلام في الفنيات كتير جدا. استنونا بعد هذه المباراه.